بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. أهلا بحضراتكم، رمضان كريم وحلقة جديدة من برنامج الأهلي في رمضان. بالتأكيد بنعيش أحداث استثنائية خلال الفترة الأخيرة في ظل حالة الفرحة والسعادة، مش بمجرد التأهل بس للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي في آخر 7 نسخ لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وصل للفاينل ما يقرب من حوالي 5-6 مرات، وبالتالي التأهل إلى الدور ربع النهائي هو هدف، ولكن الغاية من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا دائما وأبدا هو الفوز بالأميرة السمراء. الفرحة والسعادة بالتأكيد بحضور جماهير النادي الأهلي والحالة الرائعة التي ظهر عليها جماهير الأهلي في استاد القاهرة الدولي مساء أول أمس بحضور أكثر من حوالي 60,000 متفرج. حضور وتنظيم وأداء وتأمين وكل الإجراءات اللي كنت ممكن تتخيلها الحمد لله حصلت بعد حوالي 10 سنوات من نهائي إفريقيا في الكونفدرالية أمام سيسبور، بيتكرر المشهد من تاني في استاد القاهرة الدولي. حلقة النهاردة من الأهلي في رمضان أكيد عندنا أحداث مهمة جدا، وهنتناول بالتأكيد الحديث عن مباراة الأهلي والهلال السوداني، وهنتكلم عن قرعة دوري أبطال إفريقيا، حلقة فيها كواليس وفيها تفاصيل، وكمان النهاردة عندنا ضيف استثنائي الكابتن خالد قطلة. ولكن قبل كل ده بالتأكيد برحب بزميلي وصديقي العزيز الأستاذ أحمد سمير. أبو حميد مساء الفل عليك. أهلا محمد، أهلا ومبروك. الله يبارك فيك، مبروك على جماهير النادي الأهلي وعلى إدارته وعلى جهازه الفني وعلى لاعبته. والحقيقة يعني يمكن واحد من أهم مكاسب المباراة دي بصرف النظر عن التأهل، يعني التأهل بالنسبة لي ما بيفرحنيش. أنا الأهلي إن لم يفز بالبطولة فكل المراكز بعد كده بتتساوى، لكن في النهاية أنا بشوف إن واحد من أهم مكاسب المباراة جمهور الأهلي العظيم، عظمة على عظمة اللي شفناه في استاد القاهرة، واللي يأكد إنه الأهلي مع جمهوره محدش يقدر يوقفه. الأهلي مع جمهوره فريق، هو يعني لقب المارد الأحمر ده على استاد القاهرة، أعتقد أنه مفيش فريق في الدنيا ممكن يقف قدام النادي الأهلي طول ما في ظهره جمهوره، ده اللي احنا شفناه في مباراة الهلال. أما عن المكسب فأنا بشوفه الحقيقة ده الطبيعي، كل واحد على قدر حجمه، كل واحد على قدر إمكانياته، كل واحد على قدر مستواه. وإن كنت أتمنى الحقيقة أنه النتيجة تعكس الفوارق الكبيرة جدا اللي موجودة بين الأهلي والهلال. أنا شايف أن الأهلي كان رحيم جدا بالأشقاء السودانيين هنا في القاهرة، وكان مفترض الحقيقة، وكنت أتمنى زي ما أنا متأكد أنه قطاع عريض جدا من جماهير النادي الأهلي كان نفسهم تبقى المباراة أشبه بعلقة كورة أكتر ما تكون مباراة في دوري الأبطال، عشان يعني نقطع عرق ونسيح دم وزي ما بيقولوا، عشان نقفل ملف الحقيقة مش شايفه منطقي. حالة الضجة وحالة الصياح وحالة الهرج والمرج اللي موجود على السوشيال ميديا جوه مصر وبره مصر فيما يتعلق بمواجهه الاهلي والهلال ما تعكسش ابدا ابدا الفوارق الكبيره جدا، شتان الفارق. كنت بكلم مع محمد قبل الهوا واقول انه ممكن ده يبقى منطقي الى حد ما لو بيحصل بين الاهلي والوداد، الاهلي والترجي، الاهلي والرجاء، فرق كبيره، فرق ليها تاريخ من الالقاب ومن البطولات، فرق ممكن تقول انها لما تواجه الاهلي بيبقى في تكافؤ في الفرص، وبالتالي كان ممكن يبقى منطقي جدا انك انت تستقبل حاله الضجه اللي حصلت في المباراه. اللي اتمنى الحقيقه ان احنا نكسبه المباراه دي كمان بصرف النظر عن دوري الابطال اللي هرجع اتكلم عليه انا ومحمد طبعا بالتفصيل، هو عوده الجماهير. امبارح جماهير النادي الاهلي قالت انه في الامكان كمان افضل مما كان، وشايف انه التابلول رائع الحقيقه اللي رسمته جماهير النادي الاهلي في ظل تنظيم على اعلى مستوى، وكل الشكر طبعا لكل القائمين والمسؤولين عن تنظيم المباراه والجهات الامنيه الحقيقه اللي قامت بدورها على اكمل وجه، انه التابلو ده قادرين جدا نشوفه ونكرره مره ثانيه، حتى يعني ان لم يكن ده جائز او عندنا مقدره ان احنا نطبقه في الماتشات المحليه محمد، ممكن جدا على الاقل في المباريات الافريقيه يكون الجماهير حاضره بالشكل ده. كوره اكيد، يعني رجعنا بذكرياتنا للكوره في مصر، رجعنا بذكرياتنا لعظمه جماهير الكوره في مصر، منظر الحقيقه كان اكتر من رائع. يعني المشهد اللي على الشاشه، وعايز اقول لك المشهد ده عمل ضجه كبيره جدا في انحاء القاره الافريقيه وتحديدا في دول الشمال، لان الاشقاء بيتابعونا بالتاكيد في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي كل طبعا ارجاء القاره الافريقيه. فكره استاد القاهره يعود من تاني يبقى كامل العدد دي ما كانتش موجوده خلال ال10 سنين الاخيره، ففكره الحضور الجماهيري بالشكل ده والتشجيع المثالي وما يكونش فيه خطأ واحد ممكن تمسكه على الشكل الجماعي لجماهير النادي الأهلي، أعتقد ده
يعني ادى انطباع لدى كل المنافسين اللي هيكون في سكته الاهلي الفتره الجايه. مش هيواجه الاهلي بس، ده هيواجه الاهلي وجماهير الاهلي. ومن هنا فوز الاهلي على الهلال زي ما قال احمد بالتاكيد مش فكره الانتصار. هو طبيعي الاهلي على فكره كان يفوز على الهلال وينتصر عليه بنتيجه كبيره، فارق مستوى فني، فارق في التصنيف، التاهل للادوار النهائيه ده اكيد ده شيء بيبقى منطقي. ولكن اللي كان المهم في المرحله دي تحديدا انك تثبت بجد انك الفريق الافضل في افريقيا، انك الفريق المصنف رقم واحد في افريقيا، الفريق اللي دايما الكل بيخشاه يعني بيبقى فيه تخوف من مواجهته في الادوار النهائيه. يا احمد انا بتابع الاذاعات في الدول العربيه وتحديدا في شمال افريقيا، الكل كان بيتمنى الهلال يتاهل لانهم عارفين وقالوا كده، احنا مش بنقول الهلال على الاهلي عشان لا قدر الله بنكره الاهلي مثلا، لا هم عارفين الاهلي لو تاهل للادوار النهائيه كل سنه يقول لك الاهلي في اسوأ نسخه وفجاه تلاقيه في الفاينل. فبالتالي الموضوع بالنسبه لهم كان مختلف. فاعتقد مكسب امبارح او مكسب يوم السبت فيه ايجابيات كتير جدا اكيد محتاجين نبني عليها الفتره اللي جايه، ولكن الحضور الجماهيري مع الدور المهم جدا للقيادات الامنيه وكمان دور وزاره الداخليه، دور وزاره النقل، دور وزاره الشباب والرياضه، التكاتف اللي كان موجود من كل مؤسسات الدوله مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هينعكس بشكل ايجابي، وهنشوف ده في المباريات المحليه، هنشوف ده في المباريات الافريقيه مش بعيده. النهارده 3 ابريل الدور الثمانيه 21 او 22 ابريل، بنتكلم في 18 يوم يعني، فان شاء الله المشاهد دي تتكرر تاني الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله. خلينا نقول بس حاجه برضو واحد من الدروس المهمه جدا المستفاده، وانا بحب دايما اكد على المعاني دي، لانه مفيش فريق بيمشي بطل على طول الخط مهما كان اسمه ومهما كانت امكانياته، وحط في خانه اسماء النادي ده اي نادي في الدنيا، ريال مدريد بيتعثر، بايرن ميونخ بيتعثر، برشلونه بيتعثر، مانشستر يونايتد، انا بكلمكم عن نادي عملاقه شعبيه وتاريخ وامكانيات ماديه والقاب وبطولات لا حصر له. في النهايه وارد جدا يبقى في مطبات، وارد جدا، والحقيقه انه اللي حصل في دور المجموعات ممكن يبقى شويه مرتبط بفاتوره دفعها الاهلي في كاس العالم، مشاركته في كاس العالم للانديه، وارد جدا يبقى في مطبات صعبه، الاهم انه العبره دايما بالنهايات، وانا الحقيقه يمكن بعد المطبات الصعبه اللي عشناها في دور المجموعات اتاكدت ان جمهور النادي او القطاع عريض جدا او الاغلبيه من جماهير النادي الاهلي بقى عندها الوعي ده، الفرقه اللي احنا سندناها وقفنا في ظهرها هي اللي قامت على رجلها وشرفتنا ووصلتنا زي ما وعدتنا لدور الثمانيه. يبقى ان المشوار لسه صعب، وخصوصا ان المواجهه اللي جايه تكون في منتهى القوه وتليق بانها تكون نهائي مبكر، ايا كانت نتيجه القرعه انت عندك مواجهه من ثلاثه، اما الرجاء المغربي، اما الوداد المغربي الوداد البيضاوي، او طبعا الترجي التونسي، وكلها فرق الحقيقه ليها احترامها وليها جمهورها وليها ألقابها وإمكانياتها، وبالتالي هتكون مباراة صعبة جدا زي ما قال محمد في نهاية شهر إبريل. أعتقد يعني أغلب الظن هتكون في حدود 22 مباراة ذهاب و29 مباراة عودة، إن شاء الله نكون جاهزين ليها. لكن مهم جدا يبقى فاهمين أنه الريتم رجع مرة تانية، الأهلي التقط أنفاسه مرة تانية بعد مواجهات صعبة وبعد أجندة دولية في منتهى الصعوبة خاضها الاهلي، نقدر نقول الاهلي باك اون تراك او الاهلي رجع مره ثانيه في المسار الصحيح، وان شاء الله باذن الله يقدر يكمل مشوار ال11 بكل النجاح. اللافت للنظر كمان لو بنسترجع كده خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا بنعمل فلاش باك من ساعه ما شاركت في كاس العالم للانديه 2020 في الدوحه، وبعدها لما فزت طبعا ببطوله القرن على الزمالك، بعدها لعبت كاس عالم انديه في ابو ظبي، بعد كده النسخه الاخيره في المغرب. في الثلاث مناسبات كان دايما النادي الاهلي بيرجع من كاس عالم الانديه النتائج بتبقى متذبذبه في اول ثلاث جولات من دور المجموعات، ولكن مع الدور الثاني لدوري ابطال افريقيا الامر بيختلف. ثم بعد ذلك توصل لمرحله دور الثمانيه بتلاقي بقى نتائج مختلفه تماما، وبتلاقي فعلا الاهلي في الفاينل. ده حصل في الثلاث نسخ الاخيره في دوري ابطال افريقيا، وبالتالي لازم الناس تبقى واخده بالها حجم المباريات اللي اتلعبت في الفترة اللي فاتت وبيتكرر في الثلاث سنين واحد، ومع اختلاف الأجهزة الفنية نفس الأجهزة الفنية بتتكلم ان المشكلة ان توقيت المباريات والسفر ما بين الدول وضغط المباريات في المسابقة المحلية ده بيعمل حالة ارهاق كبيرة جدا على الفريق. امتى الفريق بقى بيشم انفاسه؟ لما بتقرب من شهر مارس وابريل الموضوع بيختلف. لا هو من الواضح كمان انه اللي في الجايه محمد محدش هيشم انفاسه. يعني بجد يعني واضح انه احنا في مصر، وخدوا بالكم يا جماعه يعني حد ياخد باله بجد، لانه اللي جاي صعب على مستوى الكره المصريه، مش بكلم بس على الاهلي، صحيح الاهلي دايما بيدفع الفاتوره الاكبر بما ان هو فرس الرهان، بما ان هو القادر على المنافسه في كل المحافل، بما انه دايما بيروح لاخر المشوار.
فبالتالي يمكن الاهلي يكون اكثر الانديه تضررا، لكن لما تيجي تبص الاجنده الدوليه في اللي جاي هتلاقي عندك كارثه، كارثه بكل ما تحمله الكلمه معاني، ومحدش واخد باله منها. احنا النهارده بنتكلم على انه رابطه الانديه بتعلن عن 4 جولات من مش عارف من الدوري، ومواجهات دور الثمانيه من كاس الرابطه، وماشيين اليوم بيومه. لكن انت السنه الجايه والسنه اللي بعدها عندك كان، عندك بطوله امم افريقيا، عندك بطولتين تم استحداث او 3 بطولات تم استحداثهم واعتمادهم، بطوله العربيه برعايه الفيفا، عندك بطوله الانديه العربيه، عندك بطوله السوبر ليج الافريقيه، عندك تصفيات افريقيا للشباب، عندك اولمبياد باريس. فبالتالي انت عندك اجنده مش ممكن تتحملها كمنتخبات وكانديه، وبالتالي هيكون ايه النظام؟ هيكون ايه التخطيط ليها؟ رؤيه القائمين على الامور في مصر هنا ليها ايه؟ انا يعني مش عايز اصدعكم واحنا في رمضان، لكن ده حقيقه واحد من اخطر الملفات المرتبط بمستقبل الكره في مصر، واتمنى انه الناس تقول لنا باصين ليه ازاي، وهنخطط ونحضر لكل البطولات الكبيره، وخصوصا كاس العالم طبعا هيتغير، مش هيبقى مجرد ماتشين ثلاثه، انت بتتكلم عن نسخه كاس عالم جديده فيها 32 فريق، فالحقيقه الاجنده محتاجه ان احنا نبص للامور بشكل مختلف تماما، وننظم مسابقاتنا المحليه بشكل اكثر اختلافا. طيب احمد، انت اتكلمت على الاجنده على المدى البعيد، لا كمان بصوا على المدى القريب. النهارده بنتكلم 3 ابريل، عندك مباراه يوم الاربعاء 5 ابريل مع غزل المحله، يوم 10 ابريل مباراه مع بيراميدز في نهائي كاس مصر، وهي اكيد هي مباراه بطوله، نهائي الكاس ده مباراه بطوله، تكسب تلعب سوبر يوم 5 مايو مع الزمالك في ابو ظبي. طب بعد 10 ابريل هل عندك راحه مثلا لغايه 21 او 22 ابريل في دوري ابطال افريقيا؟ اطلاقا، عندك مباراتين في الدوري النهارده، رابطه الانديه وضعت هذه المباريات خلال الفتره اللي جايه، هتلعب 10 الكاس، هتلعب 15 او 14 اعتقد في الدوري، ثم يوم 18 بعد كده عندك 22 دوري ابطال افريقيا. الميزه الوحيده طبقا للائحه من 22 ل 29 مفيش مباراه في التوقيت ده، لان لما بتوصل للادوار النهائيه الرابطه طبقا للائحه يعني ما بتحطش مباريات محليه في ما بين مباريات الذهاب والاياب في الادوار النهائيه لدوري ابطال افريقيا، ولكن انت بتتكلم 5 10 14 18 22 29 ست مباريات، بنتكلم في ما يقرب من حوالي يعني 25 يوم، يعني ما بين كل مباراه والتانية بنتكلم في حوالي 3 ايام او 4 ايام، ضغط كبير جدا، وكلها بنتكلم على بطوله كاس مصر ودوري ابطال افريقيا والمنافسه على الدوري العام. لذلك 22 يوم بالظبط. اه 22 يوم بالظبط. 22 يوم، منهم ماتشين في دوري الابطال ومنهم مباراه نهائي كاس، يعني ماتشات تقيله. بطولات. وبطولات كبيره، بطولات. فبالتالي يمكن يعني الى حد ما هيخفف من صعوبه الفاتوره دي انه مباراه الذهاب هتبقى عندنا، فمش هيبقى في قبلها رحله سفر. عشان كده حط لك ماتشين في الدوري. فيعني يعني قدها ودود، لكن في النهايه برضو مش هيعطلنا ومش هيوقفنا، وكلنا ثقه في رجالتنا ان شاء الله. عايز اقف بقى مع نقطه مهمه جدا، ودي كانت مسار يعني مناقشه طويله جدا بيني وبين محمد، بما انه احنا بنشتغل يعني في الاعلام بقالنا سنين طويله جدا، واعتقد انه خبرتنا تسمح لنا وتشفع لنا ان احنا نتكلم في الاصوات اللي ظهرت على وسائل الاعلام التقليديه او الغير تقليديه في الفتره الاخيره، واللي كانت بتتكلم على انه في ناس ظهرت في استوديوهات بتكلم الرأي العام وبتكلم الجمهور كرة في مصر، بتكلم انها بتتمنى فوز الهلال، وفي ناس ظهرت على السوشيال ميديا بتتمنى فوز الهلال. انا ما عنديش مانع طبعا، ومش ممكن احجر على حريه شخصيه لحد في انه يشجع الفريق اللي هو بيتمناه حتى لو كان بيشجع فريق غير مصري قدام فريق مصري، لكن عندي مشكله كبيره جدا ان ده يظهر في وسائل الاعلام، عندي مشكله كبيره جدا لعدم ادراك الناس اللي بتتكلم بالطريقه دي على حجم المسؤولية وحجم المصداقية وحجم التأثير، اللي للأسف عن جهل شديد، يعني مش قادر، مش عايز أقول كلمة أكبر من جهل، يعني هو في خلل طبعا، في اختلال في الموازين عنيف جدا، لكن خلينا نقول عن جهل شديد جدا، هي مش مدركة قد إيه هي بتأثر في تشكيل الوعي عند الشباب الصغير. إحنا من وإحنا صغيرين أقسم بالله وإحنا في الشهر الفضيل، إنه إحنا تعودنا إنه حبيبي أي فريق مصري بيلعب مع اي فريق غير مصري حتى لو ما كانش الفريق اللي انت بتشجعه لازم تشجعه، لانه ده مش بيلعب باسم النادي بتاعه، ده بيلعب باسم مصر، احنا تعودنا كده. وعلى هذا الاساس لغايه يومنا هذا اي فريق مصري، كان الزمالك كان بيراميدز كان اسماعيلي كان اي فريق بيلعب مع اي فريق تاني غير مصري، انا طبعا نفسي ولاد بلدي يكسبوا. ما تخلوش التعصب وما تخلوش حاله الاحتقان اللي للاسف شديد جدا ناس كتير جدا ساهمت في انها تزرع البذره بتاعتها، واولهم قبل ما تلوموا على الجمهور لوموا على المسؤولين في الانديه ولوموا على الاعلاميين اللي طلعوا بيتكلموا ده بمنتهى الاريحيه، هو ما عندوش اي مشكله في ان هو يعبر عن ده،
لكن انا عندي مشكله كبيره جدا انه اذا كان زي ما محمد بيقول لي قبل الهوا دي حالات استثنائيه، هي كل حاجه بتبتدي في يوم من الايام بانها حاله استثنائيه، لكن مع الوقت وطول ما الوقت بيعدي الحالات الاستثنائيه دي بتبقى اشبه بالقاعده وهتخلق وعي مزيف للاسف شديد جدا عند الاجيال الجديده اللي طالعه بتشجع كوره، لما تشوف ده بيتكلم عادي وده بيتكلم عادي وده بيتكلم عادي في يوم من الايام هيبقى ده هو العادي وهتلاقي الناس واقفه ضد فرقنا المصري. للاسف يمكن الكل بيبحث عن الترند، الترند والسوشيال ميديا والحاله الشاذه اللي ممكن تعملها على السوشيال ميديا هي اللي هتاخد نسبه مشاهده، نسبه قرايه، الترافيك اللي موجود من خلال المواقع الالكترونيه او صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن ده بيبقى ليه تاثير سلبي على المدى البعيد على فكره. وهو على فكره اللي بيعمل ده دايما بيبقى معروف، يعني هو بيحب يكرر ده كتير لان هو حاسس ان هو بيبقى حاله على السوشيال ميديا، والحاله عشان تبقى موجوده على السوشيال ميديا للاسف لازم تبقى حاله سلبيه. الاغلب العام ما بيعملش ده، ولكن هم اتنين او ثلاثه بيقرروا ده كل مره ومفيش تفاعل حتى بيحصل معاهم، فبيحب ايه يزود. ما عنديش مانع ان هو يشجع، يعني يشجع الهلال، يشجع الرجاء، يشجع الترجي، ده لا هيقلل من الاهلي حاجه ولا هيضيف للاهلي حاجه. ده تشجيعه ده بيبقى تفاؤل لينا احنا طبعا، وخد بالك انه ده جزء الى حد كبير جدا، يعني المنتاليتي دي لما بتحاول تفكر في اسباب منطقيه، العقليه دي يعني بتحاول تفكر في اسباب منطقيه، وايه اللي بيخليهم يعملوا كده، ايه اللي بيخليهم يجاهروا بده علانيه، ما عنديش شك انه ده نتيجه احساسهم الشديد جدا بالعجز نتيجه نجاح النادي الاهلي. في 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 واحده من يعني النصايح المهمه جدا لاهلي وهم بيربوني قالوا لي خد بالك دايما من انه الفاشل اللي مش قادر ينجح زيك هيحاول يعطلك، الفاشل اللي مش قادر يحقق نفس الانجاز اللي انت بتحققه هيحلم في يوم من الايام يشوفك ما بتحققش نفس الانجاز، فبالتالي هو القصور عنده، المشكله عنده، لكن الاهم بالنسبه لي انه ده ما يكونش على الشاشات، الشاشه مسؤوليه، المايك مسؤوليه كبيره جدا بيأثر في ملايين، فأرجو ان احنا نبقى مقدرين لحجم المسؤوليه دي. اكيد. طيب ده كان كلام مهم جدا بخصوص مباراه الاهلي والهلال والمقدمه الخاصه بالتأهل للدور الربع النهائي، وفي كلام كبير كمان هيكون على قرعه الدور الربع النهائي ان شاء الله بحضور اربع اساطير، في اربع اساطير من الاتحاد الافريقي او من الكره الافريقيه تم اختيارهم لسحب مراسم القرعه يوم الاربعاء الساعه 8:30 بتوقيت القاهره. هنتعرف بقى عن كل التفاصيل الخاصه بالقرعه واستعداد الفريق لمباراه المحله. طب اتفضل تقابل مين في الثمانيه على الهوا كده؟ انا افضل في التوقيت الحالي نواجه الترجي. الترجي، الترجي التونسي. على كل الاحوال هي دربيات، يعني الاهلي وشمال افريقيا عموما دربيات. أكيد. نستناها ونتمناها ممتعه، ونتمنى طبعا معاها تاهل النادي الاهلي ايا كان المنافس. خلينا نتكلم اكتر على القرعه، نتكلم على مشوار الاهلي فيما هو قادم، لكن نروح لفصل ونرجع لحضراتكم. يعني رغم النتائج السيئة حتى للمنتخب الوطني خلال آخر 13 سنة، لكن يبقى منتخب مصر وصاحب أفضل تصنيف اتحقق للمنتخبات العربية، وصل للترتيب التاسع في يوليو 2010. كل إنجازات المغرب مع كل إنجازات الجزائر وتونس، اللي كسب الأرجنتين، اللي كسب ألمانيا، اللي وصل مرحلة سيمي فاينال كاس عالم، لكن أفضل ترتيب للمنتخبات العربية يبقى هذا الإنجاز لمنتخبنا الوطني بعد الإنجازات العظيمة اللي اتحققت في عهد الكابتن حسن شحاتة. يا أبو حميد، لأن إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية عندنا أمل المنتخب يرجع من تاني لسابق عهده، وأنا واثق تمام الثقة إن شاء الله إن روي فيتوريا يقدر يحقق ده، بس محتاج هدوء وتركيز واستراتيجية يشتغل عليها الفترة الجاية. لكن كان مهم إن احنا برضو نفكر الناس رغم إنجازات المنتخبات العربية، ولكن إنجاز منتخب مصر كأفضل تصنيف ضمن أفضل 9 منتخبات على مستوى العالم محدش حققه إلا منتخب مصر. أنا عيني طبعا على كأس العالم 26، وخصوصا بعد زيادة عدد الفرق المتأهلة عن قارة أفريقيا، فبالتالي مفترض يعني مفترض ولا إيه؟ أكيد طبعا مفترض إن حضور منتخب مصر يعني هتبقى كبيرة في التأهل. لكن القصة مش قصة تأهل المرة دي، قصة أنت رايح المونديال تعمل إيه، وخصوصا بعد العروض القوية اللي قدمتها المنتخبات العربية، منتخب السعودية، منتخب تونس، منتخب المغرب طبعا اللي قدم عروض ولا أروع في المونديال الاخير، وخصوصا كمان انه حتى مش بس الكره العربيه، حتى يعني في العالم كله شفنا منتخب زي اليابان الحقيقه بيقدم عروض قويه جدا، كوريا قدمت عروض قويه، الكاميرون، يعني عايز اقول انه الكره في العالم كلها بتتقدم، ومصر اولى انها تكون في صداره المشهد الافريقي على الاقل، وخصوصا انه زي ما محمد بيقول محدش قدر يكسر الترتيب التاريخي اللي حققه منتخب مصر كافضل 9 منتخب على مستوى العالم. وان كنت اتمنى اتهيألي انه الجيل ده
في وقت من الاوقات كده بتوجعه شويه، يعني في حته ندم كبير جدا انه الجيل ده ما لعبش كاس عالم، لانه المنتخب في الوقت ده لو كان لعب كاس عالم اعتقد جدا جدا كان ممكن يحقق انجاز كبير، ولا ايه رايك؟ اكيد طبعا الامر كان هيختلف، كاس عالم في الدوحه جيل كان رائع واكبر بصراحه، واكبر جاليه عربيه موجوده. لا انا بتكلم على جيل اللي حقق مركز 2009 لا ده مركز تاسع في يعني واحد ثلاثه افريقيا، الجيل ده لو كان راح كاس عالم كانت هتبقى قصه. تخيل الجيل ده واخد ثلاثه كاس افريقيه، كسب كل المنتخبات اللي عملت انجازات في كاس العالم ومع ذلك ما راحش كاس عالم، لعب كاس قارات عمل برضه نتائج مميزه جدا طبعا مع البرازيل مع ايطاليا، ولكن يعني الحلو ما يكملش زي ما بيقولوا صحيح يعني. طيب عموما حتى ماتش البرازيل اللي احنا خسرناه يعني 4 رغم 3 ان احنا خسرناه لكنه بيظل بيتهيألي لغايه النهارده الناس بتتفرج على الماتش ده وبتتفرج على الهايلايتس بتاعت الماتش ده وبتشوف واحده من افضل الماتشات اللي لعبها منتخب مصر على يعني على مدار تاريخه كله يعني، لكن اتمنى ان شاء الله انه اللي جاي يكون افضل، وخصوصا ان عندنا فتره كافيه، وخصوصا ان روي فيتوريا الحقيقه اعتقد يعني انه قدم اوراق اعتماده في الفتره الاخيره كمدير فني يليق بمنتخب مصر، قادر يرجع الشخصيه وده ظهر في اكثر من مناسبه، فنتمنى له طبعا كل التوفيق باذن الله. طيب اكيد الملف الافريقي مغلق بشكل مؤقت لان طبعا لسه هنرجع له بعد كده، لكن عندك مباراه مع غزل المحله في الدوري، قفلنا الملف الافريقي نستعد للمنافسه المحليه، الاهلي في الصداره بفارق كبير على اقرب المنافسين، ولكن غزل المحله السنه دي في الدوري عمل نتائج مميزه ولذلك المباراه هتكون صعبه جدا. طيب في تفاصيل اكتر عن التمرين واستعدادات الفريق، وهل كولر منح الفريق راحه سلبيه عقب مباراه الهلال السوداني، ولا على طول الشغل كان موجود في ملعب الترش استعدادا لمواجهه المحله يوم الاربعاء؟ نروح مباشره على الهواء مع الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره عشان نعرف منه اخر الاخبار. مساء الخير يا فاروق، تحياتي ليك وتحيات زميلي العزيز احمد سمير. برحب بيك يا محمد طبعا، وبرحب بالزميل العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. محمد، مباراة في غاية الصعوبة، وزي ما انت قلت في كلامك احنا خلاص اغلقنا الملف الافريقي تماما، النادي الاهلي اغلق هذا الملف وفرحة ونشوة الانتصار والصعود الى دور الثمانية بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة. مستر مارسيل كولر ما منحش راحة سلبية، الفريق استأنف تدريباته امس، كان طبعا في تدريب استشفائي للمجموعة اللي شاركت في مباراة الهلال السوداني مع بعض الجوانب الخططية والبدنية لبعض اللعيبة اللي ما شاركتش في المباراة. النهاردة الفريق طبعا بيستأنف تدريباته واستعداداته لمباراه المحله. خليني اكد محمد على صعوبه هذه المباراه، مباراه بتيجي ما بين مباراتين، مباراه صعود الى الدور الثمانيه اللي هي مباراه الهلال السوداني، وبعدها مباراه النهائي امام فريق بيراميدز نهائي كاس مصر. ده يعني تقدر تقول مجمل كلام او حديث مستر مارسيل كولر النهارده مع اللاعبين في المحاضره الفنيه اللي عقدها مع اللاعبين. مستر مارسيل كولر قبل انطلاق المران عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، يعني خليني اقول لك ان المحاضره انقسمت الى شقين، شق خاص بالتحضير للفتره القادمه ويعني اثنى على اللاعبين وشكر اللاعبين طبعا على ادائهم في مباراة الهلال السوداني، وطالب اللاعبين بنسيان مباراة الهلال السوداني وضرورة عدم النظر لمباراة النهائي أمام فريق بيراميدز. قال عندنا مباراة مهمة جدا، هي مباراة المحلة، مباراة من المواجهة من المواجهات الصعبة جدا، مش عايزين احنا أي حديث عن مباراة بيراميدز مباراة نهائي كأس مصر، كل حديثنا بينصب حاليا على مباراة المحلة وضرورة تحقيق الانتصار طبعا وضرورة استغلال هذه المواجهات. طبعا النادي الأهلي أو مستر مارسيل كولر يا محمد وأحمد طبعا هدفه انه يحسم الدوري بدري هذا الموسم، ثم طبعا بعد هذا المقدمه او الامر اللي اتكلم فيه مستر مارسيل كولر عرض طبعا بعض الجوانب الخططيه والفنيه الخاصه بفريق المحله اللي اشاد واثنى على ادائه طبعا المستر مارسيل كولر وبعض الامور التكتيكيه اللي طالبها من اللاعبين، وطبعا هو اتفرج على مجموعه من مباريات فريق المحله في الفتره الاخيره وطلب اللاعبين طبعا يعني انه ينفذ اللعيبه تنفذ هذه الامور طبعا التدريب اللي النهارده، وده اللي هيطبقه ان شاء الله في المباراه امام المحله. طبعا مباراه الجوله الثالثه والعشرين لا تكون على استاد القاهره في تمام الساعه 9:15، ثم طبعا انطلق المران. عايز اقول لك يا محمد النهارده طبعا حاله يعني تقدر تقول حاله الفرحه والنشوه اللي عند اللاعبين، خلاص الجميع دلوقتي بيركز في مباراه المحله، الفرحه يعني فرحه الصعود، ولكن خلاص خدت وقتها وانتهت. انت عارف يا محمد بنقفل صفحه او بنقفل ملف يا احمد بنبدا في مباراه جديده. عايز اقول لك ان النهارده محمود متولي بينضم للتدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، والاول مره من فتره طويله النادي الاهلي طبعا باستثناء اكرم توفيق وكريم فؤاد، النادي الاهلي ما شاء الله الحمد لله خالي من الاصابات
الاصابات. النهارده محمود متولي بيشارك في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، واصبح من الناحيه الطبيه جاهز لهذه المباراه طبعا من طبقا لي يعني زي ما قال لنا الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي. النهارده مستر مارسيل كولر بيديله المران الجماعي بالكامل. عايز اقول لك ايضا بعض الامور يعني اللي احنا لمسناها من اللاعبين في تركيز شديد جدا على مباراه المحله، يعني مباراه المحله اللعيبه كلها مركزه في روح ما بين اللاعبين. عايز اقول لك يا محمد برضو او زميلي احمد ان اللعيبه الشباب اللي موجوده ايضا سواء يعني كريم الدبيس او محمد اشرف او رافت خليل او محمد كريستو اللي شايفه يعني في هذه التدريبات، يعني تقدر تقول في جلسه كده بسيطه شفتها مع مستر مارسيل كولر مع محمد كريستو واحد من اللعيبه ايضا والمواهب وايضا احمد القندوسي، تقدر تقول الاجواء داخل ملعب مختار التتش في الوقت اللي انا بكلمك فيه تدريب النادي الاهلي بيجرى على ملعب مختار التتش، الاجواء اكثر من رائعه. نتمنى طبعا استمرار حاله يعني الجديه والحماس اللي فيها لعيبه النادي الاهلي تترجم ان شاء الله في مباراه المحله القادمه ان شاء الله، وفريق النادي الاهلي يحقق 3 نقاط في هذه المباراه. عايز اكلمك شويه على كريستو وعلى برونو سافيو، بما انك انت تابعت الجزء الاول من التمرين يا فاروق، تقول لي على مدى جاهزيتهم حالتهم الفنيه، ايه اللي شفته بينهم في التمرين؟ زميلي احمد يعني النقطه مهمه جدا، يعني انا هتكلم على برونو سافيو، اتكلم على كريستو، اتكلم ايضا على ايمن اشرف. يعني الروح والحماس بالنسبه للعيبه اللي ما بتشاركش خلال الفتره الاخيره، لكن وجودهم وتاثيرهم وروحهم الكبيره جدا اعتقد دي بتبقى سر النادي الاهلي. ايمن اشرف تشوفه كل تدريب كل تمرين اكن ايمن اشرف كان لسه لعيب طالع من الملعب او المباراه الاخيره، الروح موجوده، الحماس، كل اللعيبه بتادب اكثر يعني كل الطاقه كل الحماس اللي موجود عند اللاعبين. شوف ايمن اشرف دوره كواحد من كباتن الفريق، الحماس اللي موجود عند ايمن اشرف، الشخصيه بتاعت ايمن اشرف هي شخصيه النادي الاهلي. برونو سافيو يعني شفته في يعني قبل انطلاق المران في يعني كان مع المترجم الخاص ببرونو سافيو مع اللاعبين، برونو سافيو خلاص بقى الكلمات العربي او الكلمات المصريه اللي بقى يتكلم فيها، وبقى يعني بعض الكلمات اللي احنا متعودين عليها بقى في رمضان بدا ان هو بيتكلم فيها مع اللاعبين. ايضا يعني مستر مارسيل كولر بيتكلم معاه، كريستو اللي شايف حاله حماس شديده جدا عند كريستو، محمد كريستو واحد من اللعيبه اللي شايف جديه تركيز. طبعا انت عارف دايما كريستو واحاديثه طبعا مع رأفت خليل الاثنين نفس المرحله السنيه وكانوا بيشاركوا في بطوله امم افريقيا الاخيره ايضا مع علي معلول. لا التركيز اللي انا شايفه عند اللاعبين الحماس اعتقد دي بتبقى سر النادي الاهلي، وهي دي الروح اللي بنشوفها سواء من اللعيبه الجداد او اللعيبه اللي ما بتشاركش بصفه مستمره. ايضا شادي حسين، يعني انا كلامي يا احمد دايما على اللعيبه اللي ما بتشاركش بصفه مستمره، وده اللي بننقله للاعبين روحهم، واعتقد يعني روحهم الموجوده مع اللاعبين اللي لعب زي اللي ما لعبش اعتقد دي الروح المهمه جدا اللي بتميز النادي الاهلي وبتميز اي لاعب يرتدي قميص النادي الاهلي. طيب فاروق، اكيد ضغط المباريات والفتره الجايه، كنا لسه بتكلم انا واحمد في مساله توقيت المباريات حتى نهايه شهر ابريل، اعتقد بدون ذكر اسماء ممكن يكون في راحه لعدد من اللعيبه اللي شاركت كانت بشكل اساسي في اخر مباريات دوري ابطال افريقيا واخرها مباراه الهلال، ان هي ممكن ما يدفعش بيها مارسيل كولر في مباراه غزل المحله، ده امر وارد ولا الامور شايفها ازاي؟ يعني أأكد لك هذا الأمر يا محمد، خلينا نتفق طبعًا إن مستر مارسيل كولر واحد من المدربين اللي بيجيد عملية الروتيشن والتدوير ما بين اللاعبين، الأمر ده أنا بأكده لك إن شاء الله، أكيد هيبقى فيه تغييرات طبعًا عن المباراة الأخيرة مباراة الهلال السوداني، وما تنساش برضو إن أنت عندك مباراة البيراميدز أو مباراة نهائي كأس مصر، طبعًا مستر مارسيل كولر ما تطرقش في أي حديث خاص بهذه المباراة، ولكن ترتيباته والروتيشن اللي بيعمله أكيد هيضع في الحسبان طبعًا مباراة فريق بيراميدز نهائي كأس مصر، أكيد من الممكن يكون في تبديلات تغييرات في تشكيلة النادي الأهلي طبعًا لمباراة المحلة، ولكن في نفس الأمر أكيد مش هيبقى التغيير يعني تقدر تقول بعدد كبير جدًا، هيبقى بعض ممكن يا محمد بتتكلم في 4 5 أسماء أو يعني 4 5 أسماء ممكن، ولكن تقدر تتكلم إن القوام الأساسي بتاع الفريق طبعًا مستر مارسيل كولر بيحافظ على القوام الأساسي، ولكن مهم جدًا إن أنا أعمل الروتيشن خاصة بعد ماتش الهلال السوداني، وخاصة طبعًا أنت بتتكلم في عودة محمود متولي
متولي عوده ياسر ابراهيم، مع طبعا وجود رامي ربيعه مع محمد عبد المنعم، ايضا بنتكلم على القندوسي بيظهر بشكل مميز مع حمدي فتحي، مع السوليه، مع اليو ديانج، طبعا مع مروان عطيه اللي بيعيش حاله يعني الاداء واداء اكثر من رائع من مروان عطيه، ايضا خالد عبد الفتاح مع محمد داني. اعتقد يا محمد ممكن يبقى في عناصر بالفعل، يعني يبقى في تغييرات في المباراه القادمه للنادي الاهلي امام فريق غزل المحله. مش عارف فاروق، هل ممكن تكون يعني بالتاكيد طبعا تمرينه النهارده كل التدريبات بتاعه النادي الاهلي بيبقى في شغل من مستر مارسيل كولر على النواحي البدنيه والنواحي التكتيكيه، لكن هل لاحظت انه بيشتغل او بيدي يعني تدريبات منفرده لبعض الاسماء او بعض اللاعبين داخل الفريق؟ يعني خليني اقول لك يا احمد ان النقطه دي مهمه جدا، ان مستر مارسيل كولر دايما في نهايه التدريب بيبقى في بعض التدريبات التخصصيه شويه لبعض اللاعبين سواء في الكرات الثابته او الكرات العرضيه. اعتقد دي من الامور المهمه جدا اللي احنا لمسناها في الفتره الاخيره بالفعل، يعني ودي نقطه مهمه جدا يعني ما اتكلمناش فيها قبل كده، ولكن هي مستر مارسيل كولر دايما في الفتره الاخيره. وتقدر تتكلم كمان يا احمد ان مده التدريب في النادي الاهلي بدات تطول، يعني بيدي وقت اكتر مستر مارسيل كولر للفترة الأخيرة. وأعتقد يا أحمد أنا لاحظت هذا الأمر أو لمست هذا الأمر من يعني أثناء تواجدنا في جنوب إفريقيا، فترة المسافة الزمنية اللي كانت ما بين مباراة صن داونز والقطن الكاميروني، ومستر مارسيل كولر بدأ يفرد وقت أكتر كمان لهذه الأمور. بيبقى في جانب من التدريبات التخصصية مع نهاية المران، يعني بيبقى في جزء خاص باللاعبين اللي بتسدد الكرات الثابتة، سواء حسين الشحاب بنشوف حسين، مع علي معلول، مع قفشه، مع بيرستاو، مع ايضا القندوسي اللي بيظهر في هذا الامر، الكرات العرضيه وكيفيه استغلال هذه الامور. فالجوانب التخصصيه دي مستر مارسيل كولر بيشتغل عليها بشكل مميز جدا جدا مع كافه اللاعبين. اكيد. طيب فاروق، طبعا يمكن من سوء الحظ ان في توقيت مباراه الاهلي والمحله هتكون مراسم قرعه دوري ابطال افريقيا، ويمكن الغريب شويه ان القرعه بتتلعب في توقيت يا احمد، يعني بص، مباراه الاهلي والمحله، ديربي الرجاء والوداد، مباراه للترجي في الدوري التونسي، كل ده في نفس يوم الاربعاء، يعني حتى القرعه هتلاقي المفروض فيه ثلاث يعني مسؤولين من كل نادي. أيوه. هتلاقي اكبر الانديه الاهلي والترجي والوداد مش موجود، مشغولين في مشغولين بمبارياتهم. أيوه. اكيد يا فاروق هيكون الكابتن سامر عادل، لان الكابتن سادة هيكون مع الفريق في المعسكر وفي المباراه باذن الله. بالفعل يا محمد هيبقى الكابتن سمير عدلي، وهيكون احد يعني الاداريين سواء الكابتن وائل محمد او الكابتن رأفت هيكونوا موجودين طبعا في مراسم هذه القرعه. ويعني نظر حديث ما بيني وما بين بعض اللاعبين الكابتن سيد، يعني انت عارف يا محمد خلاص انت الامر بالنسبه لك الوداد، الترجي، الرجاء. عايز اقول لك ان اي فرد داخل النادي الاهلي بتساله قال لك مش فارق هلاعب مين، خلاص انا هدف البطوله، مش هيفرق معايا الترجي من الرجاء من الوداد. لو بنسال احنا كجماهير، عندك مجموعه من الجماهير ممكن تفضل الترجي او تفضل الرجاء او الوداد، ولكن خليني اقول لك ان الجهاز الفني او اللاعبين الجميع كله مركز ان انا هدفي كاس البطوله. فبالتالي يعني لو ما قابلتش الرجاء دلوقتي او الوداد، انا كده كده ان شاء الله هدف ان انا هقابله في الادوار القادمه. اذا فبالتالي النادي الاهلي، وانت تلاحظ كمان يا احمد او يا محمد ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره اعتقد يعني صعوده بيبقى المركز الثاني للمجموعه دايما بيواجه اوائل المجموعات، وان النادي الاهلي يعني دايما كل الفرق في اصحاب المركز الاول في المجموعات هي اللي بتخشى النادي الاهلي وبتخاف من مواجهه النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا صاحب المركز الثاني في المجموعه، ولكن النادي الاهلي لا يهاب ولا يخشى اي فرقه من الفرق سواء الرجاء، الترجي، الوداد. تركيز لعيبه النادي الاهلي يعني الامور تختلف تماما مع الصعود لدور الثمانيه. شخصيه النادي الاهلي بقى وشخصيه البطل بتبدا بقى بتظهر من تعرف يا احمد ومحمد طبعا في الادوار الاقصائيه. فبالتالي النادي الاهلي مش فارق معاه ايا كان الرجاء، الترجي، الوداد. صحيح. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي في الجزيره. دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي، ولينا واقفه هنا الحقيقه حابب ادردش فيها مع حضراتكم ومع محمد. طبعا نمره واحد، يعني انا شايف انه مباراه المحله رغم انها مباراه مهمه ما فيش شك، يعني كل ثلاث نقط في مسابقه الدوري مع الى حد ما الفرق المريح، احنا بقالنا قد ايه غايبين ومع ذلك ما زلنا في صداره الجدول. لكن اللي عايز اقوله انه انها فرصه، انا شايف من وجهه نظري، وخصوصا انه ما بقاش في فوارق كبيره في النادي الاهلي في سكواد الاهلي بين لعيب ولعيب.
يعني امبارح مثلا غاب ديانج وهو كان واحد من اللعيبه الاساسيه، غاب حمدي فتحي، غاب متولي وهو كان اساسي من بدايه الموسم، غاب قندوسي، غاب شريف، وكل دول، غاب الشحات، صحيح كان ليه دور طبعا، شابوه الشحات امبارح وشابوه مروان. انا هتكلم على نجوم المباراه امبارح بالتفصيل مع نجمنا النهارده كابتن خالد جدالله، لكن ليه لا؟ يعني اسال نفسك كده ليه لا؟ طبعا القرار في النهايه لمستر كولر، لكن ايه المانع انه مثلا الاهلي يبتدي الماتش ده بعلي لطفي جنبه مثلا ياسر ابراهيم ومتولي، على اليمين خالد عبد الفتاح، على الشمال محمد اشرف، في النص قندوسي وحمدي فتحي واليو ديانج، قدام محمد شريف، على اليمين حسين الشحات، على الشمال طه. يعني هل حد يقدر يقول انه ده مش تشكيل اساسي للنادي الاهلي؟ انت كده عندك فرقتين. انا بقول لك هي دي القصه، يعني انت عندك فرقه وكلهم ما حدش يقدر يقول ان هم بدلاء، يعني كل الاسماء اللي انا قلتها دي أكيد. في مرحله من المراحل كانت بتلعب بتشارك بشكل اساسي، وعلى المدى وليه لا مش كريستو، صح؟ فاهم قصدي؟ وعلى المدى البعيد وليه لا مش شادي حسين، صح؟ ده على المدى البعيد على فكره هيبقى ليه نتائج ايجابيه اكتر، لان بالزبط. انت مش هيبقى في حاله اجهاد سواء ذهني او بدني او معلول عضلي. محتاج يرتاح، هاني محتاج يرتاح، عبد المنعم محتاج يرتاح، تاو محتاج يرتاح، محتاجين اللعيبه دي تاخد نفسها عشان تقدر تحافظ عليهم، لان المشوار لسه طويل جدا. بيرسي تاو لعب يوم الثلاث في ليبيريا، رجع القاهره يوم الخميس، اتمرن تمرينه الجمعه ولعب السبت بالظبط، ولعب السبت يعني لا الضغط. ونفس الحكايه برضو علي زنج، رغم انه علي زنج ما لعبش الماتش، ما شاركش في الماتش بشكل اساسي. علي معلول نفس القصه، ففي لعيبه محتاجه تاخد نفسها لانه انت محتاجهم في اللي جاي، واللي جاي لسه كتير وصعب. كتير، ده حقيقي، ده حقيقي. بس اللي بيميز واللي بياكد كلام احمد، احنا الحمد لله عندنا فرقتين مش فريق واحد. الفريق اللي بيلعب على بطوله او بيلعب على خمس بطولات لازم يكون عنده اساسي واحتياطي، واحتياطي الاحتياطي ده مهم جدا. والاهلي الحمد لله معودنا خلال السنوات اللي فاتت بيحاول قدر الامكان كل سنه يعمل تحديث في القائمه بتاعته، بحيث ان هو يقدر يواجه التحديات والمنافسات. في بعض الاحيان ممكن يبقى فيه تروبات او تتعطل مباراه او نتيجه ما بتبقاش بالنتيجة المأمولة، ولكن على المدى البعيد لا، انت بتنافس على البطولات كلها لغاية الرمق الأخير. ومش بس كمان عشان فكرة انك انت تريح اللعيبة الأساسية، لكن فكرة كمان انه، وده طبيعتنا كبشر يعني، ممكن يكون في التزام وممكن يبقى في قواعد موجودة جوه النادي الأهلي، لكن اللعيب لما بيقعد كتير ما بيلعبش نفسه، يعني هو شخصيا بيبقى مش مرتاح، او لما بيجي له فرصه مثلا اللي بتبقى نادره في الوقت ده بيبقى متوتر اكتر، عايز يثبت نفسه اكتر، فده ممكن ياثر سلبا على مستواه، او يبقى داون في التدريبات فالجهاز الفني بيبقى مش شايفه فيت ان هو يخوض مباراه. لكن ليه لا؟ يعني ليه لا؟ وانا واحد من الناس اللي بتسال مثلا ليه مستر كولر ما بيفكرش مثلا في لعيب زي ايمن اشرف يكون في اوقات موجود مكان علي معلول، بما انه يعني علي شايل الناحيه دي لوحده طول السيزون تقريبا. مش تقليل من محمد اشرف، لكن ايمن اشرف لعبها كتير ولعبها مع منتخب مصر ولعبها مع النادي الاهلي، وواحد من اللعيبه اللي دايما بيبقوا رجاله في الملعب، فليه لا ما ياخدش فرصه في مباراه او في اثنين في ماتشات الدوري. نتمنى ان شاء الله كريستو الحقيقه نتمنى. على فكره كريستو كوندوسي انا مراهن عليهم جدا جدا في المشوار اللي جاي الاهلي، سواء في الدوري او في بطوله دوري الابطال. يا محمد انا مش شايفهم لعيبه كواليتي الاهلي، ان انطلاقه كريستو اذا وقعنا مع ترجي في دور الثمانيه هتبقى انطلاقه وبدايه قويه جدا ليه. نتمنى نشوفهم ان شاء الله باذن الله. وعايزين نهني كهربا. كهربا طبعا مش عايزين ننسى طبعا عريس الاهلي الفتره الاخيره. لا الجول كمان اللي جابه، سيبك من ان هو فعال وسيبك ان هو كل ماتش لازم يكون صاحب بصمه سواء باسيست او بتسجيل، لكن الجول اللي فتح امبارح السكه للنادي الاهلي مزيكا، يعني جول مزيكا، تحرك، استلام، سنده، تفنيشه. لا يعني الحقيقه كهربا بيعيش واحده من افضل فتراته اللي بتمثل لي انا شخصيا وكتير من جماهير النادي الاهلي مفاجاه بعد الابتعاد الفتره الطويله دي، انك ترجع لائق ذهنيا ونفسيا ومعنويا وبدنيا وفنيا بالشكل ده. لا كهربا الحقيقه الفتره دي في حته تانية خالص، واجه تحديات وصعوبات لكن قدر يثبت للجميع انه محمود عبد المنعم كهربا لسه موجود. طيب خلينا نشوف جولتنا في الأخبار النهاردة، أهم أخبار الأهلي وأهم أخبار الكرة في كل حتة في العالم، لكن بعد الفاصل. يعني طبعا تقدر تقول أنه الأرقام اللي أنت شفتوها فيما يتعلق بقيمة العمولات لوكلاء اللاعبين في الدوري الإنجليزي دي نقطة في بحر من الشفافية. هي الناس دي بتعمل ليه كده؟ أو الناس دي ليه بتعلن عن الأرقام بالشكل ده؟ هل هي فكرة بروباغندا؟ لا ما أعتقدش أنه الدوري الإنجليزي محتاج بروباغندا، لكن فكرة الشفافية في أي مسابقة أو أي بطولة بيتم تنظيمها واحدة من أهم عوامل نجاح البطولة دي، بتتقاس عليها حاجات كتيرة جدا، منها نسبة الحضور الجماهيري في المباريات، منها نسبة حقوق الرعاية اللي بتاخدها الأندية المشاركة في البطولة، منها الملاعب، منها النقل التلفزيوني، منها حاجات كتيرة جدا تقدر تقيم على أساسها قوة البطولة أو مستوى البطولة
وده اللي عملوه الانجليز، نجحوا في شكل في سنوات او في خلال فتره بسيطه جدا ان هم يحولوا بطولتهم انها تكون اهم بطوله في العالم، وتخطوا بقى الايطاليين اللي كان الدوري بتاعهم هو نمره واحد، تخطوا الالمان، تخطوا الاسبان والفرنساويين، وبقى الدوري الانجليزي النهارده هو اهم بطوله بتقام على مستوى الدوريات في العالم كله. اللي اقصد اقوله انه النهارده بقى في حاجه اسمها اداره رياضيه قادره تحدد اجنده بطوله، تحدد جوائز البطوله. ليه السوبر ليج النهارده الافريقي اللي احنا بنتكلم عليه جايب جوائز كبيره جدا، وارتبطت اسمه بالجوائز الاعلى على مستوى تاريخ الكره الافريقيه؟ لانه جاي بمشاركه انديه جماهيريه وانديه ليها شعبيه وانديه ليها تاريخ وانديه ليها بطولات، وبالتالي عشان كده بنتكلم على بطوله هتكون هي البطوله الاهم على مستوى الكره الافريقيه في السنوات اللي جايه. طب احنا في مصر نملك من ده ايه؟ نملك كتير الحقيقه، نملك الملاعب، نملك التاريخ، نملك انديه قادره على حصد الالقاب بره وجوه مصر، نملك جماهيريه، نملك الحقيقه اشياء كتيره جدا، لكن تنقصنا الحقيقه فكره كيفيه اداره المسابقات او تنظيم البطولات، واللي ممكن ياخد الدوري المصري، وانا بحلم اشوف ده في يوم من الايام لحته تانية خالص. بالمناسبه هو يستحقها. والله يا احمد انا اتمنى يتحقق بس ولا 1% من اللي انت بتقوله، لان بصراحه الوضع في الدوري المصري تحديدا خاصه بعد ما بقى فيه رابطه الانديه المحترفه وبقى فيه حاجه اسمها نادي معاه رخصه الانديه المحترفه. النهارده بنتكلم على مشكله الفار يا محمد، هنلعب بفار ولا مش هنلعب بفار، ومين هيتدخل عشان يحل مشكله الفار؟ جدول ما احناش عارفين. ما انا عارف انها هتحل، بس اقصد اقول يعني في نص الموسم جايين نتكلم على مشكله الفار، ففي حاجات كتيره جدا محتاجين يعني نتمنى انها تتغير. بص الناس في انجلترا اعلنت العمولات اللي بتدفع للوكلاء، تخيل انت في مصر محطوط في بند في اللائحه ان عشان تاخد رخصه الانديه المحترفه. منتهى السريه، منتهى ده بند في منتهى السريه، منتهى السريه، سري للغايه، سري للغايه، سري للغايه. ومع ذلك انت في الدوري المصري المفروض في بند يقول لك ايه، ان كل نادي وهو بيقدم الاوراق بتاعته عشان ياخد رخصه الانديه المحترفه لازم يعلن عن الميزانيه. هل في نادي اعلن عن الميزانيه؟ ولا نادي اعلن عن الميزانيه الا النادي الاهلي. ميزانيات ومديونيات وضع مختلف خالص بصراحه. طيب خلينا ناخد جوله بقى في اهم اخبارنا النهارده مع زميلنا العزيزه روزا نصر اللي مشرفانا النهارده في الاهلي في رمضان في قمه التالق والتانق. مساء الخير روزان. مساء الخير زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. مبسوطه جدا طبعا ان انا متواجده معاكم النهارده في برنامج الاهلي في رمضان، والحقيقه معايا اخبار كتير جدا طبعا محليه وعالميه. وخلينا نبدا بقى بخبر مهم جدا، الخطيب يجتمع مع شركه الاهلي للانتاج الاعلامي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عقد اليوم جلسه تحضيريه مع كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي امين الصندوق ومي عاطف عضو مجلس الاداره اعضاء مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركه، وذلك لاستعراض بعض الملفات التي تحتاج للمناقشه في اطار خطه مجلس اداره الشركه لتطوير اليه العمل والاستثمار في المجال الاعلامي. الاهلي بيواصل الاستعداد لمواجهه غزل المحله في الدوري. فريق الاهلي طبعا بيواصل تدريباته الجماعيه على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراه غزل المحله المقرر لها مساء الاربعاء المقبل في الدوري الممتاز، ويتطلع المارد الاحمر لمواصله الانتصارات المحليه في هذه المباراه من اجل طبعا الحفاظ على قمه الدوري التي يحتلها الاهلي برصيد 44 نقطه من 18 مباراه. ويتدرب الاهلي بعضويات بمعنويات عاليه بعد التاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد الفوز طبعا الكبير على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة وسط طبعا حضور أكثر من 50,000 مشجع. يعني خليني طبعا أقف شوية عند الخبر ده محمد وأحمد، يعني رأيكم طبعا في جول محمود كهربا، ورأيكم كمان في طبعا يعني رجوع الجماهير تاني المباريات، وده أكبر داعم أكيد للعيبة النادي الأهلي. هما الثلاث جوال امبارح أحلى من بعض بصراحة. يعني الجول الاول بتوقيع كهربا، الثاني انا مش هحسبه لحسين بصراحه بقد ما احسبه لبيرسي تاو، والثالث طبعا يعني اجوال حسين الجميله، اجوال حسين اللي تحس ان فيها كره على اعلى مستوى. فالثلاث اجوال اللي الاهلي حطهم امبارح الحقيقه في شباك او في مرمى اول امبارح في مرمى الهلال كانوا الحقيقه الثلاثه اجمل من بعض. يعني اكيد اكيد طبعا، وهدف كهربا دلوقتي كمان بينافس من ضمن اهداف الاجمل في الجوله صحيح. الاخيره والختاميه في جون صعب جدا على فكره، جون صعب جدا جون صعب جدا، والجمهور الحقيقه جاب جول كمان. يعني شوف ان الجمهور الاهلي في الماتش ده جاب جول كبير جدا، وكان واحد من اهم العوامل ان لم يكن اهمها على الاطلاق، وده اللي الحقيقه بيفتقده الجيل ده. الجيل ده لو بيلعب في كل مباراه في وسط الجمهور ده هيكسر الدنيا الحقيقه.
بالفعل احمد، يمكن سمعتك كمان بتتكلم على تألق محمود كهربا يمكن الفتره دي، ولكن خلينا اقول كمان تألق حسين الشحات، يعني لازم نذكره اكيد ونقول حسين الشحات كان كتير طبعا بيشككوا في ادائه، ولكن هو اداء مميز جدا حتى من كاس العالم للانديه. يمكن حقيقي حسين من اكتر اللعيبه اللي متألقه في الفتره الاخيره، وخدي بالك انه يظهر بالمستوى ده في ظل ظروف وضغوط يعني طبعا صعبه جدا، فده شيء يحسب ليه الحقيقه يعني بشكل كبير. بالفعل خلينا بقى نتكلم على هدف طبعا كهربا في مرمى الهلال بين الأفضل في جولة أبطال إفريقيا. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن اليوم على أفضل أهداف الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وضمت طبعا قائمة الكاف هدف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي المصري في شباك الهلال السوداني، وهدف ناصر منسي لاعب الزمالك المصري أمام المريخ السوداني، هذا بالإضافة لهدف جان أوثوز لاعب سيمبا التنزاني أمام الرجاء المغربي، وهدف جريدي تكسيرا لاعب بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد فيتا كلوب الكونغولي، وهدف زهير المترجي لاعب الوداد المغربي أمام شبيبة القبائل الجزائري. الإعلان عن مباريات الأهلي في الأسابيع الـ 24 الـ 25 والـ 26 للدوري، رابطة الأندية أعلنت اليوم بالتنسيق مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات مواعيد مباريات الجولة 24 25 و26 وبعض المؤجلات الخاصة بالدوري، وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي: تأجلت مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة 24، أما في الجولة 25 سيلتقي الأهلي على طبعا فاركو على استاد القاهرة يوم الجمعة 14 ابريل الجاري في تمام الساعة 9:15 مساء، وفي الجولة 26 سيلعب الاهلي مع سموحة يوم الاثنين 17 ابريل على استاد برج العرب بالاسكندرية مع دقات الساعة طبعا 9:15 مساء. الخميس قرعة بطولات افريقيا لكرة اليد، مقر النادي الاهلي بالجزيرة بيشهد مساء الخميس القادم مراسم قرعة بطولة السوبر الافريقي لكرة اليد رجال وبطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس رجال وسيدات المقرر اقامتها في ضيافة الاهلي في مايو المقبل، وتنطلق القرعة في 9 مساء بقاعة فكري اباظة في حضور طبعا محمد الغزاوي عضو مجلس ادارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي مدير البطولة وقيادات الاتحادين الإفريقي والمصري. الأهلي بيعلن عن مسابقة لاختيار شعار بطولات إفريقيا لكرة اليد، اللجنة المنظمة لبطولات إفريقيا لكرة اليد السوبر وبطولتي إفريقيا للأندية رجال وسيدات أعلنت اليوم عن مسابقة لأعضاء وجماهير الأهلي لطبعا التقدم باقتراح خاص بتصميم شعار للبطولة يعبر عن احتفال الاتحاد الإفريقي بمرور 50 عام على إنشاء، وحددت اللجنة المنظمة برئاسة محمد الغزاوي إيميل طبعا hb.champions@alahliegypt.com لتلقي اقتراحات المشتركين في المسابقة، وسوف يتم تكريم صاحب الاقتراح الفائز بتصميم الشعار. حلو ده، حلو انك انت تفكر تشرك الجمهور، يعني من الممكن جدا انك انت تروح لاي ميديا ايجنسي او اي ديزاينرز يعني تقول لهم انا عايز اعمل لوجو او 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 تميمه لبطوله ما، لكن لطيف ان الجمهور يبقى فيه انتراكشن تدي مساحه اكتر واكيد طبعا يعني الفنانين في مصر ما فيش اكتر منهم، من الوارد جدا ان يبقى في حاجات يعني ان شاء الله باذن الله تفوز في الموضوع ده. بالظبط، شايفاها فكره حلوه وتشجيعيه كمان جدا. اكيد صحيح. وانا واثق مليون في الميه ان اللي هيقدر يكتسب النادي الاهلي يعني شعارات كثيره جدا تبقى مميزه لبطوله افريقيا لكره اليد، بس انا واثق جدا ان اللجنه العليا داخل النادي الاهلي للشباب ولجان النادي الاهلي بتطلع مواهب كتير جدا بتقدر تقدم في المجال ده تحديدا حاجات كويسه. يعني انا فاكر لما الاهلي بينظم بطولات افريقيا او بطولات عربيه في الصالات المغطاه سواء للباسكت او الفولي او الهاندبول، لا بتشوف اللجان العليا داخل النادي الاهلي بتقدم مستويات رائعه. صحيح. ولما تفتح فكره المنافسه كمان على التصميم، لا احنا ممكن نشوف بصراحه حاجه يعني تبقى انترناشونال، مش فكره بس انت بتعمل حاجه اقليميه او قاريه يعني. وزارة الرياضة تتوصل لاتفاق نهائي مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لإنهاء أزمة الفار. وزارة الشباب والرياضة أعلنت التوصل لاتفاق نهائي وتام مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة لاتخاذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية الفار بالدوري المصري بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والنائب
احمد دياب رئيس رابطه الانديه المصريه، والمهندس عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، وحضور عدد من قيادات اتحاد الكره والرابطه والشركه المتحده بهيئه استاد القاهره الدولي. خليني اقول لك حاجه بس يا روزان سريعا جدا بمناسبه قصه الفار. طبعا هو انا بالنسبه لي عامل استفهام كبير قوي ان يحصل ازمه في نص الموسم، يعني ازمه في نص الموسم، يعني في ملفات كتيره جدا كان مسكوت عنها او اخطاء، خلينا نتفق في الاتفاقات والتعاقدات تقول انه كان في مشكله مش متوقعينها او هتحصل في نص الموسم، لكن ملف الفار في مصر يعني مش عارف، يعني يسال عن ده اتحاد الكره المصري طبعا في المقام الاول يا محمد، صح؟ الاتحاد واللجنه الثلاثيه واللجنه الخماسيه. ملف الفار من اول ما قلنا يا فار في مصر الحقيقه، يعني انا مش هقول اتهامات، لكن خليني اقول مثلا انه في افضل الاحوال في سوء تخطيط في كيفيه اداره ملف الفار في مصر، واعتقد ان في كتير من الملابسات اللي تستدعي التحقيق فيها عشان نكشف مين المسؤول او مين المسؤولين المتتاليين على ملف الفار وازماته المتكرره في مصر من اول ما دخل لغايه يومنا هذا. عارف الملف ده تحديدا يتقال في جمله واحده، ليس كل ما يعرف يقال. في كلام كتير بس ما ينفعش يتقال. كمل يا روزان، لان ملف تقنيه الحكم الفيديو المساعد فيها للاسف تفاصيل كوارث. صحيح، كوارث. خلصت اخبارنا المحليه، نروح بقى للاخبار العالميه. تريزيجيه خارج حسابات طرابزون امام انقره جوجو. اورهان اوك المدير الفني لطرابزون سبور اعلن قائمه فريقه لخوض لقاء انقره جوجو غدا الثلاثاء في ربع نهائي كاس تركيا. وخرج الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه جناح ايسر طرابزون من قائمه فريقه لخوض المباراه بسبب استمرار اصابته طبعا في العضله الخلفيه، وتعرض تريزيجيه للاصابه في مباراه عمران سبور يوم 4 مارس الماضي بالدوري. وغاب تريزيجيه يعني ايضا عن معسكر منتخب مصر الذي شهد مواجهتي ملاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023. برشلونة بيتفاوض مع الرعاة لدعم صفقة ميسي. نادي برشلونة الإسباني يواصل العمل على عودة ليونيل ميسي من جديد بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان مع نهاية عقده في الصيف المقبل. برشلونة أكد في أكثر من مناسبة من خلال رئيسه خوان لابورتا أن لديه الرغبة في أن يعود ميسي ويحصل على يعني الوداع الذي يستحق على مسيرته الخرافية بقميص النادي الكتالوني. الأزمة المالية هي أكبر ما يقف أمام برشلونة، والتي كانت سبب في رحيل ليونيل ميسي عام 2021. طبعا يعني يسبب القانون اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني. صحيفة سبورت الإسبانية أكدت بأن برشلونة بيتفاوض مع الأسواق المالية الأخرى مثل الرعاة للفريق حتى يتمكنوا من تدعيم موقفهم في صفقة عودة ميسي، خاصة وأن الإغراء سيكون كبير بعودة ليو. طبعا رغبة النادي معروفة، وبيدركون يعني جدا بأن الرعاة سيعملون على عودة ميسي مثلهم لأنه سيكون وجهة استثنائية. وده خبر الحقيقة يعني لفت نظري مهم جدا. أنا بيتهيألي إنه عودة ميسي لبرشلونة قد تصبح وشيكة لو قدروا لأن طبعا يعني ميسي في عارف تماما إنه يمكن موسم أو اتنين بالكتير، وخصوصا في ظل وجود عروض خليجية سمعنا عنها بأرقام يعني فلكية هتكون مغرية جدا بالنسبة للنجم الأرجنتيني. لكن أعتقد إنه يختم مشواره في البارسا مرة تانية في كاتالونيا، أعتقد دي هتكون النهاية الأفضل لواحد من أهم أساطير الكرة في التاريخ كله، يعني مش بس في الوقت الحالي. بالظبط. خلينا بقى تشيلسي. بالظبط، مدرب بقى تشيلسي يعني مررنا بساعات صعبه بسبب بوتر. اكد برونو سالتور المدرب المؤقت لفريق تشيلسي ان الامر كان صعب بعد 24 ساعه من قالت جراهام بوتر مدرب الفريق، وكان من منصبه تشيلسي قد اعلن يعني مساء امس الاستغناء عن خدمات يعني جراهام بوتر في ظل سوء النتائج هذا الموسم. وقال سالتور في تصريحات نشرتها شبكه سكاي سبورتس العالميه، من الواضح انها كانت 24 ساعه صعبه علينا جميعا للموظفين وللعائلات، والان علينا ان نتعايش مع الوضع. وأضاف كمان إذا كنت هذا الآن فذلك لأن بوتر والنادي اعتقدا أنها كانت الخطوة الصحيحة. أنا هنا فقط لمساعدة النادي بأفضل طريقة ممكنة. أنا هنا الآن أحاول مواصلة طريقنا، نحاول أن نقدم أفضل ما في وسعنا. وواصل كمان أعتقد أن جراهام قام بعمل رائع. كرة القدم هي عمل معقد حقا وعلينا الاستمرار. لم أستطع رؤية اللاعبين بعد يعني لدينا جلسة بعد الظهر.
نشكرك شكرا جزيلا زميلة عزيزة روزان نصر، دي كانت طبعا جولة سريعة في أهم أخبار الكرة في مصر والعالم. بشكر الزميلة العزيزة روزان نصر. بعد الفاصل فاصل سريع ونستقبل ضيفنا ونجم حلقتنا النهاردة النجم الكبير كابتن خالد جدالة، هيسهر معنا في الأهلي في رمضان. نروح لفاصل ونرجع لكم ونستقبل كابتن خالد. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه والجزء الثاني من برنامج الاهلي في رمضان، فقره مهمه جدا لان معانا فيها ضيف استثنائي كابتن خالد جدالة نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني في فتره سابقه، بالتاكيد كانت فيها انجازات طيبه على المستوى المحلي والافريقي. ولكن هذه الفقره تحديدا هيكون فيها كلام كتير جدا، مباراه غزل المحله، الفارق الزمني ما بين المباريات، وكمان هنتكلم على قرعه دوري ابطال افريقيا والفرق المرشحه لمواجهه الاهلي في الدور ربع النهائي. كابتن خالد منور الدنيا، تحياتي ليك وتحيات احمد سمير ليك. كل سنه طيب كابتن خالد، منور الدنيا. كل سنه وانتم طيبين، تحياتي ليك يا محمد، تحياتي ليك يا احمد، كل سنه طيبين وكل الامه الاسلاميه بخير وسعاده باذن الله. اهلا بحضرتك. عارف يا محمد مقوله انه التحليل فن مش عن صحيح بجد كابتن خالد جدالة واحد من النجوم اللي امتعونا طبعا كلاعب لكن كمدرب كمان ومدير فني، تستمتع جدا برأيه ورؤيته، يعني رأيه في الوضع الحالي، تقييمه للأمور، نظرته للأمور إزاي، ورؤيته لما هو آت لما هو قادم. الحقيقة دايما كابتن خالد في مناسبات كثيرة جدا حتى بيحصل بيننا تليفونات بعد الماتشات يقول لي شفت كلام اللي احنا قلناه كان بيحصل إزاي. فالحقيقة واحد من الناس اللي أنا بستمتع جدا بوجودي معاهم، خبرة شرفنا طبعا وجوده معانا النهاردة في الأهلي في رمضان. كل سنة وحضرتك. ده أنا اللي ببقى سعيد جدا وأنا موجود طبعا في قناة النادي الأهلي، بيتنا كلنا، وسعيد بيكم جدا يعني، ومن نجاح لنجاح باذن الله. الله يخليك يا كابتن خالد، مبروك بقى بدايه طبعا. الله يبارك فيك. ماتش الهلال نتيجه كويسه والحمد لله، اداء كويس. يمكن انا كنت من الاول انا عارف ان المباراه فرقه الهلال مع احترامي ليهم، ولكن فنيا نقدر نقول ان هي فرقه متوسطه لان عندهم اخطاء كتيره، ولكن اللي عجبني الاداء والنتيجه والاصرار، ودايما الكوره ما بتديش غير المجتهد، وربنا سبحانه وتعالى كافئنا وكافئ فرقه النادي الاهلي بضربه الجزاء اللي اضاعها طاهر الطاهر الظهير الايمن لفريق الهلال في مباراه سان داونز. يعني الناس دايما فاكره ضربه الجزاء بتاعت اطهر الطاهر ونسي ضربه الجزاء بتاعت محمد هاني، اشمعنى يعني؟ ما هو يعني لو محمد هاني كان جاب ضربه الجزاء برضو بتاعتنا بتاعت سان داونز هنا كانت الحسابات اختلفت تماما. بالظبط، بس هي دي عشان اخر حاجه، يعني اخر مشهد بتاعت اطهر الطاهر دون هو ده اخر مشهد. يعني ممكن نقول عليها عداله السماء. لا وبرضو هو برضو يعني احنا المفروض نكافئه برضو لان في المباراه الثانيه برضو اخطاه وكان في هدفين منه. يعني من عدم التمركز الجيد بالنسبه له، ودي حاجه كانت كويسه. والتوفيق انا من يمكن كنت في احدى القنوات قبل الماتش قلت مهم جدا التوفيق يكون معانا، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى التوفيق كان معانا في كل الفرص اللي جات لنا لاعبتنا، بدءا من كهربا وحسين الشحات، استثمار الفرص وان هم قدروا يحرزوا اهداف منها. في المباريات الصعبه دي بتبقى مهمه قوي ان انت تلاقي اللعيبه الكويسه اللي عندك في حالتها الفنيه بشكل كويس. فالحمد لله نتيجه كويسه حطتنا على المسار الصحيح وحطتنا في مكاننا الطبيعي، لان احنا ما كناش يعني الامور كانت ماشيه باسلوب متشقلب شويه، يعني وضعنا في المجموعه ما كانش اللي يناسبنا ولا يناسب امكانيات لاعبتنا، ولكن الحمد لله بالماتش دون وبالنتيجه دي رجعنا لوضعنا الطبيعي كبطل لافريقيا، وباذن الله نتمنى التوفيق في المباريات القادمه باذن الله. بالمناسبه كابتن خالد، لما بتسمع كده مثلا اراء المحللين او الخبراء او النقاد الرياضيين حتى في الدول الشمال، دايما يقول لك الاهلي بيقدم اسوأ نسخه ومع ذلك يصل للنهائي. يعني اخر ثلاث نسخ النهارده قالوا الكلمه دي حتى بعد مباراه الهلال السوداني، قال لك صعب جدا تقول كل مره الاهلي بيقدم اسوأ نسخه وفي الاهلي في الاخر تلاقي الاهلي في الفاينل او فايز بالبطوله. شايف المعادله ازاي ان الاهلي حتى في بعض الفترات بيكون بيعاني بسبب ظروف ضغط ماتشات، اصابات، غيابات، سفريات كتيره ما بين كاس عالم انديه مع دوري ابطال افريقيا، ومع ذلك بيقدر يتخطى المرحله دي وفجاه تلاقيه في الادوار النهائيه فعلا موجود في الفاينل، المعادله دي ازاي؟ لان النادي الاهلي دايما بنقول شخصيه البطل، والنادي الاهلي فريق بطل، ويمكن اللي خلى النادي الاهلي الاداء بتاعه والنتائج ما كانتش كويسه في دوري المجموعات هي المباراه الاولى مع الهلال 1-0، ودي كان ليها حسابات ثانيه لان كنا راجعين لعيبه كاس عالم كانت
قدام مستويات تانية في أجواء تانية، رجعت على بطولة أفريقيا. يمكن ما كانش عندهم الوقت إن هم يركزوا بشكل كبير جدا في مباراة الهلال. كانوا مستنزفين برضو يا كابتن خالد، يعني طبعا أنت واجهت أربع يعني مدارس. زمان كان بيقولوا لو حضرتك تفتكر البطولة الأفرو آسيوية اللي هي كان بطل أفريقيا مع بطل آسيا، أنت لعبت كأنك لعبت بطولة أربع أو واجهت أربع أبطال قارات في فترة لا تتجاوز 10 ايام بالظبط. مستويات الحقيقة يعني بيوند، يعني ريال مدريد وفلامينجو، حتى سياتل ساوندرز واوكلاند، فرقتين محترمين جدا، مدارس مختلفة، مدارس مختلفة وطرق لعب مختلفة. لعبت اربع جيمز، يعني اربع ماتشات، حتى بصرف النظر عن النتيجة، انا هحط النتيجة على جنب، لكن انت لعبت اربع ماتشات في منتهى القوة وقدمت فيهم مردود كويس جدا. بالظبط، واختلاف الاجواء، انت كنت بتلعب في ملعب، يعني انسى، يعني شوف نفتكر الملاعب اللي لعبنا فيها في المغرب وملعب وبعدين ملعب الهلال في السودان، الطقس اللي كنت بتلعب بيه في المغرب والطقس كان في المباراه بتاعه الهلال كانت عامل ازاي. الاختلافات دي اثرت بشكل كبير جدا مع ضغط الماتشات، اثرت بشكل كبير جدا على اللعيبه، ولكن الحمد لله هم جم عدلوا الدفه تاني لما اتحطوا في وضع ان هم لازم يركزوا ولازم يرجعونا لمكاننا الطبيعي. بتوفيق ربنا قدرنا نرجع، ولكن النادي الأهلي دايما بيتمتع بشخصية البطل. النادي الأهلي بيلعب في أي بطولة بيبقى عيب، وأكبر دليل على كلامي أن النادي الأهلي تأهل تاني مجموعة. كل الفرق اللي تأهلت، اللي هم التلات فرق اللي هم محتملين أن احنا نلعب قدامهم لو استبعدنا سان داونز، شايلين هم النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا، يعني ده حقيقي. واحنا في نفس الوقت تركيزنا بيزيد، احنا كل ما بنقرب من الهدف بتاعنا التركيز بتاعنا بيزيد جدا، طموح اللعيبه والدوافع بتاعتهم بتزيد بشكل كبير جدا، الاصرار والصفات الاراديه عند اللعيبه بتزداد بشكل كبير جدا، بحيث ان احنا نقدر ان احنا ناخد البطوله بتاعتنا باذن الله. اكيد. طيب ده كان كلام مهم جدا من الكابتن خالد جدالة، لسه في تفاصيل اكتر في الحلقه، لكن نطلع لفاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا مع كابتن خالد عن دوري ابطال افريقيا، وكمان هنتكلم على مباراه غزل المحله اكيد يوم الاربعاء في الدوري العام. وكانه كان في فتح شهيه، يعني في بعض اللاعبين مش بس في ماتش الهلال، حتى في الماتشات اللي قبل كده ومنهم ماتش القطن الكاميروني، تحس كده ان هم نفسهم اتفتحت مره واحده وقدموا مستويات الحقيقه، يمكن حتى من جمهور نادي الاهلي كتير ما كانش يتوقع حاله التالق ده. خلينا ناخد رأي كابتن خالد في أهم وأكثر اللعيبة اللي تألقهم في الفترة الأخيرة صنع فارق حقيقي وبقوا أصحاب بصمة مع النادي الأهلي. مين لفت نظرك كابتن خالد في الماتش بتاع الهلال بشكل خاص وفي الفترة الأخيرة بشكل عام من النادي الأهلي؟ في ماتش الهلال طبعا نمرة واحد كهربا. كهربا. كهربا بيمر بحالة جيدة جدا، موفق جدا، كل قراراته داخل الملعب سليمة، كل قراراته على المرمى سليمة، وعشان كده بيحرز العديد من الاهداف، وجاب اهداف مؤثره جدا في مباريات مؤثره في الفترات الاخيره. أيوة. وكملها بمباراه الهلال. على فكره الجول اللي جابه في ماتش الهلال من الاجوان الصعبه جدا، التوقيفه طبعا السردباك بتاع الهلال رايح وراه على السكور هتعديه، ولكن ان هو يفرد، يعني انا قلت ايه، فكرني بلاعب الباليه، يعني هو فرد رجله جامد جدا صحيح، وخد الكوره وعدلها على نفسه وبعدين ببطن رجله حطها. وكتير من اللعيبه كابتن خالد في الكوره زي دي ممكن يفكر يستقبل يجري او يخش يستقبل بظهره، يستقبل على صدره او على راسه وظهره للجون. بالظبط، وظهره للجون. ده هو فرد رجله زي بالظبط بتوع الباليه، يعني فرد رجله على الاخر، والتوقيفه بترقيصه يعني، وبعدين حطها وسنده وحطها ببطن رجله، حلو قوي قوي قوي. طبعا هو لعيب عنده خبره بالذات في المباريات الافريقيه، وده الفرق بين اللعيب اللي انت تقدر تعتمد عليه. في لعيبه بتبقى كويسه جدا تجيله الفرصه دي في ماتش مهم قوي تلاقيه بيضيعها، فانت مهم جدا، والحمد لله ان لعيبتنا ان احنا لما بنحتاجهم في المباريات الهامه بنلاقيهم. نمره اتنين طبعا حسين الشحات لما نزل. حسين من اللعيبه الكبيره، عنده خبره، ولما بيلعب حسين مش جناح بيلعب على الخط، خطورته لما بيضم الجول هو وبيرسي تاو، وده صح. بيعمل خلخله لاي دفاع لاي فرقه بتلعب قدام، يعني الجول الثاني. الجول الثاني نموذج على الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. ليه؟ لان مثلا الباك رايت المفروض هو اللي بيراقب حسين الشحات، انما لما حسين بيضم على جوه الباك بيخش معاه، ما بيخشش معاه، لو دخل معاه يبقى خير وبركه، هيفضي مساحه، هتلاقي علي معلول بيتقدم فيها بشكل كويس قوي، ولكن لو ما دخلش معاه بيبقى حسين
خالي من الرقابه بيبقى لعيب زياده وبيقدر ان هو بيلعب على الجون كويس بيقدر يسجل اهداف هو وكارسي حتى لو ما تلعبتلوش في التوقيت ده بيعمل ربكه في خط دفاع الفريق المنافس يعني فطبعا حسين الشحات انا النقطه بس اللي مش عايز انساها يمكن اللعيبه في مباراه القطن لعبتنا احنا كسبنا 4-0 وعشان هم طلعوا جدعان ورجاله وما كانش لينا امل احنا كان ماتش الهلال وسان داونز ثاني يوم لكن اللعيبه فضلوا يلعبوا لغايه اخر رمق وكان ممكن نكسب بهدف واحد ولكن كسبنا بجون واثنين وثلاثه واربعه ويمكن التعب اللي هم تعبوه والتركيز الكبير جدا والمجهود اللي عملوه خلال مباراة القطن هو اللي ادانا التوفيق هو اللي ريحهم شوية هو اللي ادانا التوفيق اللي ضاع صن داونز وفي مباراة الهلال على ملعبنا وان احنا نكسب بثلاث اهداف وفي فكرة تانية انك تكسب القطن باربعة انت سهلت على نفسك مباراة الهلال انك محتاج تكسب 1-0 بالظبط فدي عملت ضغط عصبي اكتر ونفسي على فريق الهلال بالظبط لان هو مش محتاج يخسر 2 او 3 بس اللي كانت كويسه جدا اللعيب كمان اللي انا مبسوط بيه جدا مروان عطيه في نص الملعب كنت هسألك على مروان كسبنا لعيب كبير ليه خبره ومع الماتشات هيزيد ولكن الاساسيات عنده موجودة. الفكره عنده وتحس ان هو موجود في النادي الاهلي بقاله فتره يعني هو لعيب من لعيبه النادي الاهلي شبه لعيبه النادي الاهلي مش جاي هو لسه جاي جديد ولكن بيتمتع بكل الصفات والمميزات بتاعه لعيبه النادي الاهلي فقدر يخش في الفرقه بسرعه امكانياته كويسه وانا متوقع له كل لما هيلعب وكل لما هيبقى اساسي وهياخد ماتشات مستواه هيزيد بشكل كبير جدا مروان كرسي تاو طبعا عشان ما نساهوش بس مروان عطيه ايه الدور اللي بيقوم بيه في وسط الملعب يعني انا شايف مروان بيقوم باكتر من دور مش دور واحد بيقوم هو نمره واحد لاعب وسط مدافع يعني من اول واجباته ازاي يضغط ويستخلص الكوره في اقل زمن ممكن ازاي بيضغط على لعيبه الوسط المهاجمين بتوع الفرقه اللي بتلعب قدامنا ويستخلص الكوره ولكن عنده ميزات بعد ما بيستخلص لما بيجي بيتصرف الكوره تصرف الكوره بشكل كويس جدا من ناحيه التمرير ما بيغلطش في الباص بصير هايل جدا جدا عنده مساحه رؤيه كويسه ودي نقطه مش موجوده كتير. ممكن كتير في اللعيبه اللي بتلعب في المكان ده المدافعين دايما تلاقي مساحه الرؤيه تحت رجليه او يعني نقدر نقول انه ممكن يبقى ليه دور مهم في صناعه اللعب فانت ممكن تستفيد منه زائد ان هو بيصوب كويس لسه في طور حاجه واضح انه رجله حلوه على الجون الكلام طبعا يعني لا هو شاطر في الحته دي طبعا شاطر يعني كويس على الجوله اللي شاطها وجت في القايم لان بيشوط اساسيات الشوط عنده وانا بقول كل ما هيلعب الحاجات دي بقى انت كنت شويت كبير يا كابتن خالد كان رجلك ما شاء الله يعني كانت عارفه سكتها مظبوطه يعني وكمان كانت رجلي مظبوطه المهاره دي يعني طبعا اكيد طبعا بتبقى باي ديفولت موهبه فطريه طبعا. لكن هل انت اشتغلت عليها او يعني انت طورتها او في مدربين اشتغلوا معاك عليها عشان تتطور عندك لا مدربين لا هي كانت موهبه لا. لان من وانا صغير هي موهبه عندي يعني معظم الاجوان اللي كنت بجيبها شوط حتى من وانا صغير لغايه لما ابتديت العب مع الدرجه الاولى ولكن كتر التمرين والشغل عليها لا اتطورت بشكل كبير جدا وانا كان يمكن الكور المتحركه كنت اشوطها كويس جدا ودي الصعوبه يعني اي كره جيلي متحركه سواء على الارض سواء عاليه لا كانت دي بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى موهبه كنت بشوطها كويس جدا الثابته اصعب من المتحركه ولا العكس لا المتحركه دايما بتبقى اصعب متحركه الثابته انت شايف الكره ما بتتحركش انت شايفها يعني انما المتحركه لا ممكن وهي جايه لك ممكن تنط نطه في الارض ممكن وهي عاليه ازاي وضع جسمك يعني في كوره بتاعه عمرو السوليه في مباراه الهلال جات له واحده اتلعبت له بالعرض عند الشوط الاولاني الشوط البوكس الشوط عالي ده وضع جسم وضع جسمه طبعا الكوره دي بالشكل ده بالكوره جايه نطت وجايه عاليه كان لازم يميل بجزعه خالص عشان الكوره ما تعلاش هو شطا وهو واقف فهي دي بتبقى صعوبه الكور المتحركه ازاي انت تظبط وضع جسمك على وضع الكوره لغايه لما تجيلك فانا كنت متميز الكوره دي بالارتفاع ده المفروض تاخدها من فوق انا جبت جول في المصري خدنا بيه كاس مصر الكوره برده كانت جايه لي كده لا يعني لعبتها ونمت بجسمي خالص عشان الكوره ما تعلاش وراحت عملت بند في الارض وجت جول عدله الجسم بتفرق في التسديده طبعا والنظر عدله جسمك والنظر ان انت تبقى شايف الكوره جات لك وانت بتشوط في انهي واضح في انهي حته دي بقى وبعدين ازاي بتحط وش رجلك في انهي حته في الكوره
في حد يعني يلعب دلوقتي شبه الكابتن خالد جدالله شويه في التسديدات في الشوط؟ عشان هم في لعيبه بتشوط كويس ولكن ما عندهاش استمراريه ان هم كل ماتش مثلا اشوفهم. احنا بقاش عندنا شويطه في مصر يا كابتن على فترات فهي صح. دي انما في عندنا لعيبه بتشوط كويس، كان امام عاشور بيشوط كويس، امام من اللعيبه اللي بتشوط كويس. بس صح يعني مع كويس. مع كامل احترامي لامام وهو موهبه نراهن عليها في اللي جاي ان شاء الله، لكن احنا انا بتكلم على الشويطه يعني كابتن خالد جد الله، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن محمود ابو الدهب، كابتن الكره لما بتتحط في نص الملعب، كابتن حمزه الجمل، كابتن سمير كمونه في وقت من الاوقات يعني لا دول كانوا يعني كره في نص الملعب ممكن تبقى شويطه شويطه يعني شويطه ورجلهم تقيله، ولكن برضو في الشوط انت محتاج حاجتين، رجلك تبقى جامده ويبقى فيها دقه. دقه طبعا، لان انا هي مش حكايه ان انا اشوط جامد وخلاص عمال على بطال. ويمكن انا في الماتشات اللي ما كنتش اشوط كتير في الماتش ان هم كوره كورتين بس، هتلاقي الكوره كورتين بس بين الثلاث خشبات، لا اما جون لا اما في العارضه لا اما جون طلعها، فهي بتبقى موهبه بس محتاجه ان الواحد يشتغل عليها، بالذات الاجيال اللي موجوده دلوقتي. صحيح. طب ايه اكتر ثنائيه كابتن خالد شايفها فرقه الاهلي دلوقتي فيها تفاهم وتجانس والفريق بيستفيد بيها منها؟ الرباعي الامامي يمكن كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو احمد عبد القادر لما بيكون في حالته ويكون كويس، يمكن انا عايز قفشه ازقه زقه شويه يعني يشد حيله شويه لان هو عنده كتير قوي. ناقصه ايه؟ ناقصه نمره واحد يعني التركيز، يعني انا حاسس ان دماغه يعني مشغوله شويه، مشتت شويه، ناقصه التركيز لان هو لعيب كوره كويس جدا، لعيب عنده حلول يقدر يفك لك اي موقف صعب بس لما يكون فايق. فانا نفسي تركيزه يكتر عن كده، بلاش التشتت، يبقى فيه هدف قدامه، يبقى فيه ثقه في نفسه، يعني مش معنى ان الكوره مش ماشيه معايا شويه فانا بالعكس، لا لازم يكون عندي ثقه في نفسي كويسه وان انا ارجع نفسي بالصوره اللي احنا مستنيينها من قفشه. هو الكلام ده لقفشه والغير قفشه بصراحه يعني، وان كان ليا ان انا اتكلم باسم الجمهور وحضرتك عارف طبعا انه النجم في الاهلي هو تيشرت النادي الاهلي طبعًا. احنا بنحب الجمهور نجومنا ونحب لاعبتنا وبنقدرهم بشكل كبير جدا، لكن مفيش نجم فوق الفرقه. لا طبعا مفيش نجم فوق الاهلي. الاهلي دايما هو نجم، وشوف ان اللعيبه طول ما حاطه الفكره دي في دماغها بتنجح وبتكمل. اي حد تاني بيحصل له الحالة الاختلال دي ممكن تبقى يعني بتأثر على مستواه. بتأثر على مستواه بالظبط. لا الأهلي هو الأساس، هو الأهلي هو اللي بيعمل النجوم. مفيش لعيب هو عمل الأهلي الكيان يعني. لا في التاريخ حتى كابتن خالد نجوم كتير حسوا في يوم من الأيام إن هم أكبر من الأهلي، أو إنه 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 هم يحتاجوا معاملة خاصة، أو إن هم فوق أي حساب، والنتيجة كانت إنه في يعني الآخر مفيش حاجة. مفيش حاجة طبعا. لا النادي هو الكيان اكبر من اي حد. صحيح. اكبر من اي. ده درس مهم جدا للي جاي كمان بالزبط. يعني اللي في يوم من الايام بيفكر او بيحلم يلبس تيشرت نادي الاهلي، الاجيال اللي موجوده واللي جاي بالظبط. بالظبط. نستعرض معاك كده نشوف يعني نتيجه دوري الابطال وشكل المجموعات وتاهل الثمانيه الكبار في افريقيا، ونشوف هل هو منطقي حسباتك ايه للمواجهات المنتظره، وخصوصا طبعا مواجهه الاهلي في نهايه شهر ابريل مع واحد من الترجي او الوداد او الرجاء. نشوف شكل المجموعات ونتائج المجموعات بعد انتهائها او انتهاء دور المجموعات. دي المجموعه الاولى، الوداد الرياضي المغربي في الصداره 13 نقطه، شبيبه القبائل في المركز الثاني 10 نقاط، بيترو اتلتيكو لواندا الانجولي في المركز الثالث، وطبعا فيتا كلاب الكرهولي في المركز الرابع. يمكن الصداره للوداد والمركز الثاني لشبيبه القبائل. دي المجموعه الاولى، وبالتاكيد الاهلي هيواجه يعني الوداد، او طبعا دي مجموعه الاهلي. قبل ما قبل ما نشوف بس مجموعه الاهلي منطقيه، شايف ان منطقيه بالنسبه للشبيبه والوداد. طبعا شايف الوداد السنه دي هو نفس نسخه السنه اللي فاتت، احسن شويه. طيب نروح لمجموعة الأهلي. وطبعا سان داونز في الصدارة ب 14 نقطة، الأهلي في المركز الثاني، ويمكن ده الرصيد اللي بيتحقق في آخر أكتر من سنة يعني نفس الرصيد. الأهلي لو كان كسب سان داونز، لو بينالتي يعني زي ما بيتقال بينالتي أطهر، لو كسب سان داونز هنا كان زمانه 13 نقطة. كان زمانه 13 نقطة. 12 ما هو خد نقطة ومحصول 12 نقطة. 12. وكان سان داونز هيبقى 13 نقطة. أو لا كان هيبقى خسر نقطة من يخسر نقطة من ثلاثة.
يبقى 13 يبقى 13 كانت الحسبه كانت هتبقى مختلفه تماما بالظبط. والهلال 10 نقط والقطن الكاميروني بدون رصيد. طيب مش هسالك منطقيه لانها منطقيه جدا طبعا منطقيه تبقى للنتائج تبقى للنتائج بس من قبل ما نلعب لا احنا كنا احنا الاول وسان داونز الثاني احنا الاول وسان داونز قبل ما نلعب. طيب المجموعه الثالثه الرجاء الرياضي المغربي 16 نقطة ده اعلى رصيد للرجاء لم يتحقق منذ ان شارك في دوري ابطال افريقيا واعلى رصيد لنادي في النسخة الحالية من دوري الابطال ده حقيقي مفيش حد وصل ل 16 نقطة. سيمبا التنزاني في المركز الثاني بتسع نقاط بعد كده حرية كوناكري الغيني وفايبرز الاوغندي في المشاركة الاولى ليه في دوري ابطال افريقيا مع الاخذ في الاعتبار انه المنافسة في المجموعة دي ممكن تبقى الاسهل على مستوى المجموعات بالظبط يعني مع فرق ما لهاش تاريخ او يعني تقل كبير وده ما ينفيش انه نسخه الرجاء السنه دي اكثر من مميز هل مقياس هو لا هي مش مقياس بس مقياس. اللي متابع الرجاء والماتشات اللي لعبها لا فرقه محترمه بس جانت. في نقطه غريبه هو بيتصدر المجموعه ب 16 نقطه وفارق الاهداف يمكن موجب 14 هدف بس تبص على ترتيب الرجاء في الدوري المغربي المركز الرابع ودي اعتقد ممكن يكون مؤشر ان نتائجه في دوري ابطال افريقيا مش مقياس ان ده الفريق اللي ممكن يكون المرشح الاول للمسابقه السنه دي ممكن بس انا عشان تابعته انا ما شفتوش في الدوري المغربي وانا شفته في مباريات دوري ابطال لا فرقه جامده يعني لو قلنا من العروض طب خلينا نستعرض المجموعه الرابعه واسالك على المجموعه الرابعه والاخيره اوكي اتفضل يا محمد. الترجي التونسي في الصداره ب 11 نقطه شباب بوليسداد 10 نقاط والزمالك طبعا في المركز الثالث والمريخ السوداني في المركز الرابع طبعا فرق النقاط ما بين الزمالك مع بلوزداد والترجي التونسي. على فكره في شكوى متقدمه بخصوص ترتيب المجموعه ممكن الله اعلم يعني يوم الاربعاء هو حتى لو الترتيب اتغير بس برضه الترجي متاهل المريخ يتاهل على حساب الترجي لا ما هو المريخ وشباب بلوزداد هم اتعادلوا في السودان هتتحسب المباراه صالح المريخ على حسب الشكوى بتاعه تونس فبالتالي ساعتها يبقى اعتقد المريخ يتأهل يعني بس انا اعتقد انه صعب قوي السيناريو صعب جدا وان كان قائم منطقيه المجموعه دي يا كابتن خالد منطقيه من حيث العروض والاداء طبعا منطقيه ايوه خروج الزمالك بالشكل ده في ما هو الزمالك ما قدمش حاجه من اول المسابقه تشفع له ان هو يكمل فمنطقي من خلال اداء نادي الزمالك منطقي الاربعه الكبار يعني الاربع فرق اللي شايف انه فرصهم كبيره في المنافسه على البطوله من واقع المستويات اللي اتقدمت بصرف النظر على الالقاب والتاريخ انا عايز تقييم حضرتك او رؤيتك للنسخه دي من دوري ابطال مين الفرق اللي ممكن يكون عندها حظوظ في المنافسه على دوري الابطال نمره واحد النادي الاهلي نمره اتنين الرجاء ويجي بعديهم الوداد سان داونز مش في الحسابات وسان داونز دول الاربعه الكبار وده كان مقدمه لسؤال يا محمد مرتبط بمارسيل كولر اللي كنت بحسه شويه انه ممكن على المستوى العالمي يعني ما شفناه في بطوله كاس العالم كنت حاسس انه قادر يقرا الفرق المنافسه قادر يتعامل مع سيناريوهات المباراه بشكل كويس جدا على العكس من دوري الابطال كنت حاسس انه افريقيا بالنسبه لمستر كولر شيء مبهم يعني هو مش قادر يمسك مفاتيح البطوله دي شكل الفرق طبيعه المنافسه مين في افريقيا تقيل مين في افريقيا متوسط مين في افريقيا مستواه ضعيف هل شايف ان دور المجموعات فرصه كافيه كانت لمستر كولر انه يتعرف اكتر على البطوله يقرا اكتر المنافسين وده بشكل يعني ينعكس بشكل ايجابي على مشوار الاهلي المتبقي في البطوله ولا طبعا فرصه كبيره من خلال متابعته لكل بقى الفرق من خلال الاربع مجاميع اللي كانوا بيلعبوا اكيد حط ايده مين الكويس مين الوحش المستويات قدر يصنفها بشكل كبير جدا وبرده من خلال الماتشات بقى اللي جايه يعني هو اكيد دلوقتي لان هو مش حكايه ان هو بيتفرج على ماتشات بس معاه جهاز فني بيعمل له تقارير على كل فرقه وفي متابعه وفي تحليل لكل فرقه الكلام ده كله بيتحط قدامه بيقدر يوصل مين الفرق اللي هي يعني المستوى اول مين الفرق اللي ممكن تنافس النادي الاهلي ممكن مين الفرق اللي تخوف النادي الاهلي يقيمها بشكل كويس جدا عشان يقدر يتعامل مع الماتشات لما نقع بقى قدام اي فرقه بعد كده مين تتمنى تقابله في الدور اللي جاي؟ ما احنا يا اما هنلاعب الرجاء او الوداد او الترجي. ايوه. يعني انا لو صنفتهم الثلاثه هيجي نمره واحد الرجاء. من حيث المستوى. ايوه.
حيث القوة يعني. من حيث القوة. أيوة. الرجاء يلي الوداد بعديه الترجي. أنا أتمنى نلعب الترجي. أتمنى نفس الأمنية. اتفقت مع محمد. والله. أتمنى. لأن فرقة الترجي طبعا فرقة محترمة. ولكن فرقة في المتناول. يعني بس أنا شايفها فرقة يعني بقول عليها فرقة عجوزة شوي. يعني فرقة الترجي عندهم لعيب في نص الملعب محمد علي بن رمضان. أيوه. ده من اللعيبة المؤثرين. بصراحة ولد. لما بيكون كويس بيدي الترجي تقل وشكل بشكل كبير جدا. ولكن ديفنس كويس عندهم بيعرفوا يتمركزوا كويس. ولكن انا يعني بحس ان هم فرقه كبيره في السن. نفس عارف المجموعه يعني اللي موجوده في السنين اللي فاتت. ونفس المجموعه. فانا شايف ان فنيا لا في المتناول فرقه الترجي بالنسبه لنا تبقى يعني احسن الاختيارات. مع ان النادي الاهلي مش هيفكر هو هيلاعب مين. لا لا طبعا احنا هنلاعب اي حد. على فكره انا اتمنى كده. وانا اتمنى الحقيقه ان انا اقابل سان داونز. انا يعني من اول البطوله ما تبدا ويمكن بس هيبقى مش في الدور ده بقى. ما طبعا مش في الدور ده. انت كده كده هتقابل حد يعني لازم هتقابل يعني الدور ده والدور اللي بعده لازم هتقابل فرق. وانا شايف ان الثمانيه دول هم الافضل على مستوى القاره. يعني حتى شباب بلوزداد الحقيقه فرقه بتلعب كره محترمه جدا. طبعًا. الفرقه قدمت منظمة. يعني فرقة منظمة عندها كورة. فبالتالي الماتشات اللي جاية كلها هتكون صعبة. لكن أنا أقصد أقول إيه، أنا عايز أقابل سان داونز تاني. يعني على الرغم أنه سان داونز بشوفه من أفضل فرق أفريقيا في السنوات الأخيرة، وفرق كتير ما تحبش تقابل سان داونز في دوري الأبطال، لكن أنا كأهلي أنا أو كجمهور يعني أتمنى جدا أقابل سان داونز. مش بالضرورة في اللي جاي لأنه ما ينفعش نقابله في اللي جاي، لكن ممكن أقابله في اللي بعد. وأتمنى أقابل الرجاء في النسخة دي. الكبير ما بيخافش من حد يا كابتن خالد. بالظبط. واللي عايز يوصل للقب يبقى بالتاكيد عنده استعداد يواجه اي فريق. تمام. تفرق بقى في 8 في الأربعة في النهائي. انا متفق معاك. بس معك. احنا بنصنفهم مين الاقوى فالاقل فالاقل يعني. نتمنى لا الماتشات اللي جايه انا عارف الادوار اللي جايه اللي هي الادوار الاقصائيه انا متاكد ان هنشوف النادي الاهلي بشكله الطبيعي بالاداء اللي يبسط جماهير النادي الاهلي وبالنتائج وبالروح اللي بإذن الله تساعدنا بإذن الله تعالى. بإذن الله. طب المدرسة التونسية فرض نفسها على دوري أبطال إفريقيا. ثلاث مدربين توانسة في ثمان أندية موجودين في دور الثمانية. نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد، منذر الكباير مدرب التونسي المعروف الشهير حاليا بيقود فريق الرجاء، ونبيل معلول المدرب التونسي المخضرم بيعود من جديد لتدريب الترجي هذا الموسم. النفط كان ماسك النفط كان ماسك الوداد اعتقد صح؟ كان قبل كده كان لكن حاليا اخوان كارلوس جريد. بس كان النفطي مظبوط. كان النفطي قبل كده. يعني كان ممكن يبقى اربعه من ثمانيه من المدارس التونسيه. بالظبط. ده تاثيره ايه على الشكل المنافسه يا كابتن خالد؟ وكمان انت عندك محلل الاداء اللي موجود في الاهلي ياسين المكاري. ايوه. محلل الاداء التونسي وكان نجم موجود في منتخب تونس. يعني لو اتكلمت على المدربين التوانسه لا هم شاطرين. يعني مدربين شاطرين بيواجبوا التطور اللي بيحصل في كره القدم والجديد اللي بيحصل في كره القدم. يمكن شغلهم بيبقى نمره واحد. حتى هم متميزين على مستوى الشغل في الخليج. في الخليج موجودين. منتشرين بشكل كبير جدا. يمكن احنا مدربينا انت بقينا قليلين قوي بره. يعني بره. لا دي ليها اسباب. هو مش كنا في وقت كنا عايز حلقات احنا المنتشرين. ولكن دلوقتي لا ملناش تواجد. سيمو من سليمان اعتقد في رجع من العراق. لا الاول كان وطارق مصطفى اعتقد كسرة. في المغرب. ايوه مش طارق. بالواحد او انا فاهم. لا كنا احنا اللي مهيمنين المدربين بتوعنا. أيوة. سواء في الخليج بالذات. ولكن دلوقتي لا توانسة نمره واحد بقى لهم فتره على مدار 10 سنين اللي فاتوا. هم اللي ماشيين بشكل كويس. وده اسبابه حاجتين. نمره واحد هم بتوع شغل مش بتوع كلام. يعني هتلاقي مثلا مدرب يعني مش هتلاقي دول مش بتوع علاقات وكلام ورغي. لا هو بيشتغل بيبقى مركز في شغله مع فرقته عارف الدور اللي ليه بيعمله بشكل كويس جدا. وبعد كده التوفيق بيبقى بتاع ربنا. فدي من الحاجات اللي بتخلي برضو ايه الناس تجري وراه. وزي ما انت بتقول اربع فرق اربع مدربين توانسه ده طبعا نجاح كبير جدا للمدرب التونسي. بس الفكر التونسي ممكن هيكون واضح قوي كاداء المدرسه التونسيه في البطوله ولا الامر بيختلف؟ لا هيبقى واضح طبعا. واضح؟ طبعا هيبقى واضح. نفس الفلسفه؟ نفس الفلسفه اللي هي بقى ازاي بتدافع بشكل كويس التمركز الدفاعي الجيد. وخد بالك انا اخاف من الفرق اللي بتدافع كويس. يعني انا سان داونز مع احمد. أيوة. يا ريت في الادوار اللي بعد كده نقابلهم. لان هم فرقه كوره كويسه وفرقه على المستوى الهجومي فعالين بشكل كبير جدا. لكن ولكن على المستوى الدفاعي عندهم اخطاء كبيره جدا. عشان كده ممكن يطلعوا من اي فرقه.
يعني فرقه صن داونز مهم تلعبهم ازاي حتى يعني. قدام فريق القطن الماتش اللي فات هم كسبوا 2-1 في جنوب افريقيا مش برضو مش نتيجه وفرقه القطن برضو بعيده شويه فنيه صحيح. ولكن عندهم مشاكل في الدفاع انا اخاف من الفرق اللي بتدافع كويس والمدربين التوانسه بيعرفوا يخلوا ازاي الفرق تقف مظبوط تتمركز صح مش خط الدفاع بس وهم لما بيدافعوا حتى من المهاجمين مهاجمين نص ملعب الديفنس فبيبقى شكلهم منظم وبيبقى كورتهم صعبه ان انت تقدر ان انت تلعب معاه فده الفكر التونسي هو بمناسبه كلام محمد على المدربين انا عايز اسال حضرتك هو يعني فكره انه مش بس فكره الانتشار بره الحدود يعني انت كنت بتقول ان المدربين المصريين كانوا قبل كده هم اللي موجودين نمره واحد على مستوى الانتشار على الاقل العربي والافريقي هل القصه كانت قصه كفاءه مدرب ولا كانت قصه خطه محطوطه واتحاد بيدعم وبيتبنى الفكره دي وبيشتغل على انه يحققها انه اللاعب المصري والمدرب المصري يبقوا موجودين على الاقل في المنطقه او في الاقليم ولا بتبقى اجتهادات فرديه مدرب كويس فهو بيشجع نفسه بيجي له عرض لا بتبقى اجتهادات فرديه اجتهادات فرديه وهو ده اهم دور اللي انت قلته يا احمد بالنسبه لاتحاد الكوره ازاي تعمل كوادر من المدربين المحترمين وازاي تجيب لهم فرص عمل بره كوره ولكن كل الفرص المدربين اللي بتسافر وبتطلع بتبقى اجتهادات شخصيه صح بتجي لها عروض شخصيه وبتسافر ايوه اخرهم بسيوني هو حاليا حتى هو معتز ايه في دور الاتحاد ايه بيبقى ايه دور الاتحاد ده يعني يمكن الفتره اللي فاتت دي حسينا ان في اتحاد بحته الرخصه ايه وعملوا الرخصه بتاعه بس للاسف يعني انا عايز اقول ايه هي مش حكايه ان انت تعمل عشان المدربين تاخد رخصه هو ما مدى الاستفادة من هذه الرخص على فكرة في الخليج الرخص اللي بتطلع من الاتحاد الأفريقي هم ما بيعترفوش بيها يعني صح. أي مدرب هنا ما يقدرش يروح يشتغل حتى لو مع البرو لا 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 مش هتشتغل طالما من الاتحاد الأفريقي واخد من الرخصة منه مش ما بيعترفوش بيها هم من آسيا دي برضو لازم نحط تحتيها 100 خط البي في اسيا ليها قيمه عن البرو في افريقيا 100 خط ليه؟ ما هو ده اكيد ليه اسباب هو مش كده يعني مش تعنت معانا لا اكيد لا المحاضرات الكورس اللي بيدرس اتحاد الكوره دلوقتي عامل الدوره بتاعه الايه؟ الرخصه ايه؟ دي اللي بيحضر فيها فيتوريا اعتقد صح؟ حضر فيها ومين؟ مين؟ يعني انا عايز اعرف مين اللي بيحاضر انا عشان اعرف قيمه الدوره وقيمه المعلومات اللي هيستفيد منها المدربين هي مش رخصه ورقه هتاخدها وتشتغل بيها لازم تستفيد لازم تستفاد باي شكل من الاشكال العملي ونظري طيب مين اللي بيحاضر؟ فيتوريا ده راجل مدير فني منتخب مصر بيشتغل يعني عنده شغله هو مش جاي محاضر وهل هو محاضر اصلا؟ وهل هو محاضر؟ طيب مين تاني غير فيتوريا؟ اعتقد دكتور جمال محمد علي مين تاني؟ لا انا بصراحه ما اعلنوش حتى مين اللي انا ما اعرفش انا يعني انا من الاول حتى ما حبيتش ادي بالنسبه للموضوع اي اهتمام بالنسبه لي لان انا واخد طبعا انا عن نفسي انا الكلام ده انا واخده من زمان يعني ولكن قيمه اي دوره تدريبيه في الناس اللي بيحضروها مين اللي هيدي لك المحاضرات؟ مين اللي هيدي لك المعلومات؟ مين اللي هيدي لك الجديد؟ ما انا ممكن اخش دوره ابقى انا بخبراتي وبدراساتي اتقل من اللي بيديني المحاضره ولا بيديني الدور فهي مش حكايه ورق ومش حكايه ساعات عمل ان انا احضر ال 15 يوم ويبقى خدت الرخصه ايه وامشي اشتغل بيها انا افتكر كنت في لايبزيج سنه 96 دي اطول دوره تدريبيه على مستوى العالم 9 شهور كان معايا شوقي غريب وكان عندي واحد صاحبي من المغرب مدرب كان طالع معانا من المغرب يعني فجي سقط بعد ال9 شهور سقط في ماده التدريب الرياضي اللي كانت بتدينا الدكتوره كانت واحده ست وكانت علاقتي بيها كويسه جدا لان انا جبت امتياز في التدريب الرياضي فعبد اللطيف صاحبي المغربي ده قال لي يا ريت تكلمها لي بس فروحت بكلمها قالت لي انا عامل له اي حاجه الا ان انا انجحه ويروح يعلم الناس غلط ده راجل سقط ما ينفعش اعمل معاه اي حاجه لو هو عايزنا استضيفه في المانيا اي حاجه الا ان انا انجحه في حاجه هو ما يستاهلهاش فيا ريت احنا برضو هنا من ناحيه الدورات نفكر كده هي مش حكايه ان انا ده هروح اتعامل مع لعيبه
هيروح يتكلم مع لعيبه ويتعامل مع لعيبه ويشتغل في الملعب، شغل تدريب صعب. كوتشنج صحيح. وبمناسبه كلام حضرتك، في المانيا بما انه حضرتك اتكلمت على لايبزيج، يعني في المانيا بيدوا اللعيبه من سن 18 سنه دورات تدريبيه، بحيث انه لو ما نجحش في يعني ممارسه الكره كلاعب يبتدي ياخد كارير تدريب. عشان كده يمكن مدربين كتير جدا ظهروا في الثلاثينات في المانيا، يعني سن صغير جدا يبقى مدير فني او كوتش، لكنه بدا المشوار من بدري كده. بالظبط، وهو ده بقى الفكر بتاع اتحادات الكوره اللي هي بتفكر لخدمه اللعبه والمستقبل اللعبه. ازاي تعد كوادر سواء من لعيبه او مدربين او من الحكام. يعني انت، انا عشان احكم على اي اتحاد كوره ان هو ناجح ابص على الحكام. أيوة. ابص على المدربين اللي بتشتغل، ابص على اللعيبه اللي موجوده. الدوري المصري بيفرز ايه؟ احنا منتخبنا محترفين واهلي وزمالك وبيراميدز. طب الدوري لازمته ايه؟ بقيه الفرقه دي كلها بتعمل ايه؟ يعني بقيه الفرقه دي مش عارف تاخد لعيب من المحله، لعيب من الاسماعيلي، لعيب واحد. طب المدربين اللي بتشتغل عشان تصارع على الهبوط هي دي بقت لا. ما يعني القصه دي عايزه لها وقفه. صحيح. ومناقشه بشكل كبير يعني. طب نروح لمدربنا احنا، كولر. تجربه كولر بالنسبه لحضرتك ايه، وايه اهم البصمات اللي عملها مع فريق النادي الاهلي السيزون ده؟ لا، عنده بصمات كتيره. نمره واحد، انا ببص اول حاجه بعيد عن الاداء الجماعي، ببص على الاداء الفردي بتاع اللعيبه. كل واحد لوحده اداؤه الفردي عامل ازاي حسب امكانياته. لا، اللعيبه متالقه وامكانياتها الفرديه باينه بشكل كبير جدا. يعني واضح ان هو بيعد اللعيبه نفسيا كويس. أيوه. وبدنيا وفنيا وخططيا. لما تيجي تربط على المستوى الجماعي، طالما الفردي كويس، كل واحد في حالته الفرديه بشكل كويس، هينعكس ده على الاداء الجماعي. أيوه. وهو ده من الواضح، الفرقه بتمر بحاله كويسه، نتائج كويسه الحمد لله، اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. هو كل ما هيقعد وكل لما هيحتك باللعيبه وبالدوري المصري والافريقي، لا الدنيا هتبقى هو ماشي بشكل كويس جدا يعني. واعتقد مشوار دوري ابطال افريقيا دلوقتي اداله مزيد من الخبرات قبل المراحل النهائيه، يعني الفتره اللي جايه خلاص بقى هو في دوري المجموعات، شاف الشمال والجنوب والغرب، فشاف كل حاجه. لما يروح للادوار النهائيه الموضوع بالنسبه له مش هيبقى مختلف، مع المسافات هتبقى قريبه كمان. بالظبط. بس هو لازم في نقطه يعني يخلي باله منها، الاختلاف الوحيد اللي هيبقى موجود ان في الادوار الاقصائيه لو خسرت مفيش تعويض. في دوري المجموعات لا، انت لو خسرت ماتش زي ما خسرنا الهلال قدرنا نعوض. أيوة. ولكن بدءا من الدور اللي جاي، لا انت بتلعب ماتشين ليهم حسابات، بحيث ان محصله الماتشين تبقى انت كسبان. ففكره الاهداف الكتير، خمس ماتشات على فتح الماتش وفتح الملعب. أيوة. لازم أنا فهمتك على حسب بقى الفرقه. لان انت لو الغلطه دلوقتي زي ما بنقول الغلطه بفور، صح. لا، فاحنا لازم يبقى في دراسه للفرقه اللي انت هتلعب قدامها بشكل كبير جدا. واكيد هو طبعا بيعمل الكلام ده، والجهاز اللي موجود معاه بيعمل الكلام ده بشكل كبير جدا. ازاي ان انت تدرس الفرقه باذن الله بعد ما نعرفها، تدرسها بشكل كويس جدا وتحللها بشكل كويس جدا، تعرف نقاط القوة فين والضعف فين، تبتدي تشتغل عليها. ومفيش مخاطرة، لأن الدور ده ما فيهوش محتاج حسبة. طبعا طبعا. ازاي تنجح ان انت تعدي بنتيجة الماتشين. تراهن في على ده انه ياخد الدوري كنوع من انواع، وخصوصا مع لحد ما في فارق مريح، ولا نلعب بطولة الدوري بمنتهى الجدية وبالعناصر الأجهز؟ لاعبين ماتش الهلال، وعندنا ماتش بيراميدز في النهائي، بطوله مهمه جدا بالنسبه للجماهير ومباراه صعبه، في وسطهم مباراه محله، تدي نفس الفرقه اللي لعبت ماتش الهلال، ولا تريح العناصر الاساسيه؟ ومش عايز اقول اساسيه، لانه حتى اللي ما كانوش بيشاركوا، يعني ديانج ما لعبش وهو اساسي، حمدي فتحي ما لعبش وهو كلهم اساسي، خالد عبد الفتاح قدم مردود كويس جدا، قندوسي ما قدم شغل كويس جدا. أي. شريف ما لعبش. يعني اقصد اقول عندك فرقه ثانيه ممكن تلعب بيها ماتش المحل، وتحافظ على السكواد اللي شغال وبيكسب، عشان يعني لا، هو اكيد الماتشات اللي جاي احنا ما يعني ما فيش لعيب اساسي ولعيب مش اساسي. ايوه. حسين الشحات، ما هو اللعيب الماتش اللي فات ما كانش اساسي. مظبوط. نزل كسبنا جايب جونين. صحيح. فاحنا الحمد لله القماشه اللي عندنا وكم اللعيبه الجيدين اللي عندنا بتدي مساحه للمدير الفني ان هو يقدر يعمل الروتيشن في الحدود اللي هو شايفها، ان هو يغير 3 4 يريحهم. أيوة. وفي نفس الوقت الفرقه مش هتقع. 3 4 ده حد اقصى يعني؟ يعني في الحدود دي. أيوة. يعني انا يعني من وجهه يعني انا شايف او متوقع يعني في ماتش المحل علي لطفي
ياخد الماتش بتاع المحل؟ اه طبعا ياخد. خالد عبد الفتاح ياخد. متولي وياسر ابراهيم؟ لا واحد بس. واحد بس. اه يعني ممكن محمد عبد المنعم يريح. اه على فكره عبد المنعم اكتر لعيب اكتر لعيب لعب دور الدفاع ممكن تريحه. ايوه رامي برضو لعب. يريح معلول يريح. معلول يريح. اه كده كام؟ آه ريحنا اربعه اهو. اربعه من خمسه. اه الشناوي ومعلول. آه الشناوي وهاني. أيوة. ومعلول. ومعلول ومحمد ومحمد عبد المنعم. كويس. اربعه. ايوه تلعب في نص الملعب. تريح. ابتدينا الماتش اللي فات بسوليه ومروان. تريح الاثنين. تلعب بحمدي فتحي وديانج. تمام. تريح قفشه وتلعب قندوسي ولا تلعب قفشه؟ لا لعب قفشه. تلعب قفشه. اه تريح بيرسي تاو وكهربا وعبد القادر وتلعب مثلا حسين الشحات وشريف وطاهر. لا لاعب حسين الشحات وشريف. اه وبيرسي تاو. وبيرسي تاو. يعني تقريبا 8 لعيبه من اصل 11 هي. مفيش اي مشكله. قناعات الكابتن خالد جدالة بيرسي تاو غير طبيعيه. اه لا اصل هو الفتره اللي فاتت ما انا هقول لك الفتره اللي فاتت هو بيأدي بشكل خد كويس. مجهد هو لعيب كويس. مجهد جدا الكابتن خالد. بس لعب مع جنوب افريقيا. بس لعيب ممتع. وجريح. لا كانوا بيلعبوا ليبيريا صح؟ ليبيريا. جه من ليبيريا. ده لعب ماتش الهلال كان فايق. لعيب ممتع. بس انا ببص على اللعيب في حركته وهو بيجري. بس انت رايح ماتشات صعبه فاخاف عليه من اصابه. اخاف عليه من يعني ممكن يلعب شوط. ممكن يلعب مش لازم ال 90 دقيقه. هو في النهايه القرار لكولر. انا فاهم طبعا. لا لا انت عندك انت لو فتحت القصه احنا كلامنا ده كله ان عندنا ثقه في لاعبتنا. احنا يعني ما فيش النادي الاهلي غير اي فرقه ان لا وانت لو سبت القصه للجمهور ما حدش هيعطيك تشكيل شبه التاني. خالص. طبعا ما حدش هيتفق على تشكيل. اراء فنيه احنا بعيد صح ولكن احنا بنقول كجمهور ما احنا كمشجعين من دلوقتي بنتناقش فيها. بالظبط كده. لا وماتش المحل كمان ماتش صعب. ماتش صعب. طبعا ولسه يعني كسبانين هم كسب الاتحاد. الاتحاد ولكن باذن الله. لا الامور تروح للدوري. تيجي احنا نسينا الدوري. عارف كاس عالم ودوري ابطال. نروح نشوف جدول الدوري والترتيب ونشوف موقف الاهلي فيه ونفكر الناس ان انا متاكد الناس مش عارفه مين بقى فين ومين عامل ايه. والله ده شكل جدول الترتيب. طيب الاهلي في الصداره في لعب 18 مباراه 44 نقطه. كمان خد بالك من فرق الاهداف كمان يا كابتن خالد يا احمد. بص الاهلي احرز 32 هدف رغم ان اقل عدد مباريات لعبه. أيوه. وكمان اقوى دفاع 7 اهداف بس اللي منيو طبعا. أيوه. دخلت في شباكه. تعالى هنا يا محمد. فيوتشر لعب 21 مباراه 42 نقطه. بيراميدز 21 مباراه 39 نقطه. الاتحاد السكندري 21 مباراه 36 نقطه. الزمالك في المركز الخامس 20 مباراه 33 نقطه وعدد الاهداف اللي دخلت مرمى كتير 19 هدف. المقاولين العرب يعني داخل في المنافسه بشكل كويس جدا عشان المنافسه على المشاركه الافريقيه 22 مباراه 33 نقطه. المحله اللي هنلعبه ان شاء الله يوم الاربعاء في المركز السابع وده مركز متقدم. المحله متحقق منذ فتره طويله جدا. لعب 22 مباراه 22 مباراه 30 نقطه وكمان احرز 23 هدف بس دخل مرماها 29 هدف. هو بقى فاركو والمصري وسيراميكا وسموحه اسوان وباقي الفرق حتى ما اتغيرش. جدول الترتيب يا محمد هالي عن اخر مره احنا كنا بنلعب في الدوري. احنا اخر ماتش لعبنا مع ايه فاكر كابتن خالد؟ اخر ماتش الاسماعيلي كمان. والاسماعيلي دلوقتي كابتن حمزه اعتقد مع كابتن حمزه الجمل. كان في الاخير اخر جدول شفته كان في المركز الاخير. اخر مباراه للاهلي اعتقد كانت المقاولين العرب. اخر مباراه اهلي مقاولين العرب اللي كانت متاجله من الجوله ال 17 قبل السفر لرحله صن داونز. بس مفيش احنا موقفنا ثابت يعني هم كلهم بيلعبوا واحنا زي ما احنا ما زلنا لغايه دلوقتي في الصداره لينا 3 مباريات. لا كلهم بيلعبوا واحنا ما بنلعبش. واحنا ما بنلعبش. واحنا الاول. لا وكمان في مباراه تتاجل يعني انت دلوقتي عندك مثلا ما يقرب من 4 مباريات مؤجله للاتحاد الاسماعيلي حرس الحدود وفي فريق كمان اعتقد وفي ماتش كمان هيتاجل الاسبوع اللي جاي فهتخش في 5 مباريات مؤجله. تعليق بقى كابتن خالد على الشكل العام للمسابقه كده. لا يعني ايش والمنافسه فيها كابتن خالد يهمني اسمع رايك فيها. يعني المنافسه بعيده. احنا ما باذن الله احنا نمشي بس كويس. احنا الفرق كبير جدا. ده انا شايف ما فيش منافسه فوق. انا شايف المنافسه خالص كلها هي كلها الصراع على الهبوط. على البقاء يعني وللاسف بقت كل سنه المدرب اللي بيقعد في الدوري بيبقى كأنه عمل انجاز يعني بقت القصه مين اللي يقعد. الهدف من الدوري مش كده. الناس كلها تنافس والناس كلها تبقى في اماكن ترتيب كويسه. ولكن من الواضح انت الاخير عند حرس الحدود في 7-8 فرق مهددين بالهبوط او ممكن 10 فرق كمان. ايوه انما المنافسه على الدوري لا باذن الله ما فيش اي مشكله لينا وباذن الله الدوري لينا السنه دي باذن الله. زياده تاكيل المباريات ده ممكن بعد كده يكون ليه تاثير سلبي
يعني خمس مباريات مؤجله، احنا دلوقتي داخلين في اربع مباريات وفي مباراه تتاجل الاسبوع اللي جاي، خمس مباريات مؤجله، ده ممكن يبقى ليه تاثير على المدى البعيد للفريق حتى هو بيختتم المسابقه؟ لا مش هيبقى له تاثير باذن الله. ليه تاثير؟ ده بالعكس، يعني انت هتخلص من بطوله وهتبتدي تركز في القصه دي في الخمس مباريات اللي جايين. وانا دايما بقول على المستوى المحلي على مستوى الدوري احنا ما عندناش اي مشكله، احنا لو في مشكله هتطلع لنا يبقى احنا اللي بنجيبها لنفسينا، لكن احنا لو في حالتنا لا ما عندناش مشاكل على مستوى الدوري باذن الله. وانا متوقع السنه دي هناخد الدوري بفرق يمكن من النقاط، يمكن يبقى قبل ثلاث اسابيع اربع اسابيع نكون حسبنا البطوله باذن الله. ان شاء الله موسم يكون موفق وناجح ان شاء الله باذن الله باذن الله، وباذن الله تكون يعني مجرد كبوه يعني اللي حصل في دور المجموعات ده. بالتالي انه الاهلي زي ما قلت في بدايه الحلقه باك اون تراك تاني مع ماتش باذن الله. هتسحر مع مين النهارده يا كابتن؟ ايوه هتسحر في البيت. ذكرياتك في رمضان يا كابتن خالد؟ والله احلى ذكريات ايام اللعب يعني. احنا للاسف احنا ظروفنا واحنا بنلعب مش زي دلوقتي، يعني احنا يمكن في رمضان كنا بنروح نتمرن وبنروح، يعني ما كانش فيه حتى في المباريات الافريقيه والسفريات كانت العمليه كانت بتبقى صعبه في كل الاحوال، لان الفنادق مش زي يعني احوالها مش زي دلوقتي بالظبط، ارضيه الملعب الملاعب اللي كنا بنلعب فيها مش زي دلوقتي، الكوره اللي انتوا كنتوا بتلعبوا بيها الكوره مستويات الفرق صح. الفرق كل ما فيش محترفين بتلعب بره، الفرق كانت قويه جدا مش زي دلوقتي. فيعني الامور كانت مختلفه بشكل كبير. مين اهم ايه اهم الذكريات اللي ارتبطت معاك بشهر رمضان جوه النادي الاهلي؟ لا ذكريات حلوه بقى، يعني برضو احنا ما كناش بنعدي كده، لازم نخطف نتسحر مع بعض نفطر مع بعض الاعداد بعد التمرين، لا كنا يعني ما بنفوتش، فكانت كلها الاوقات كلها كانت حلوه، بنقضي وقت كويس جدا، تركيز في اللعب وبره اللعب، احنا كنا يمكن بنقضي وقت اكتر من بيوت اكتر ما بنقعده في البيت. يعني دفعه كابتن خالد لسه متواصله لغايه دلوقتي؟ على خفيف متواصله طبعا، ولكن مش مفيش استمراريه، انت عارف بقى مشاكل الحياه والواحد المسؤوليات اللي عنده، ولكن على فترات دايما بنتواصل يعني. طيب هل واجهته في رمضان مباريات في الصيام تحديدا لو مباريات افريقيه؟ اكيد واجهنا وكانوا برضو بيلعبونا واحنا صايمين يعني بس احنا بقى كنا يعني كانت بتقابلنا حاجات الاعمال اللي كانت بتتعمل سحر احنا كتوكو مره قعدنا ما دخلناش اوضه اللبس، قعدنا في الاتوبيس بره تقريبا ساعه رشين حاجات لغايه لما كان معانا شيوخ من جامعه من بعثه بتاعه الازهر كانوا هناك قالوا لنا ما تخشوش، ودخلوا الاوضه وقعدوا يقروا قران، يعني كنا بنواجه حاجات مش موجوده دلوقتي. يمكن مره كان عندنا في الجابون مع سجاره ولقوا اكرامي ولقى تحت المرمى دافنين حاجات، لا كنا بنشوف حاجات فعلا مش موجوده دلوقتي. أكيد يعني أكيد. ولكن كله كان بيعدي الحمد لله. كل سنه وانت طيب كابتن، وانت طيب يا احمد. الدنيا. شكرا، اسعد بيك دايما، وان شاء الله كل ما نتقابل كده نبقى فرحان النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون يعني موسم ناجح يفرح بيه الاهلي كل الجماهير باذن الله. نورتنا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب يا ابو حميد. وانت طيب يا ابو حميد، وجودي معاك للمره الثانيه في رمضان. انا اسعد اكيد وكل سنه وانتم طيبين، ودايما كل يوم على شاشه الاهلي في رمضان.